السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء نلتقيكم اليوم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الطفيليات النظري لطلبة المرحلة الرابعة في أقسام علوم الحياة. واليوم راح نتعرف على شعبة جديدة من شعب الديدان اللي هي شعبة الديدان المسطحة أو البلايتي هيلمنز. مصطلح البلايتي هيلمنز مصطلح أصلا مكون من مقطعين إغريقيين، بلايت معناها مسطح وهيلمينثوس ومعناها ديدان، فأصبحت التسمية إنها هي البلايت هيلمنز أو الديدان المسطحة. والسبب التسمية هو كون أفراد هذه الشعبة يمتازون بصفة أساسية أنهم أفرادها يكون مضغوطة أو مسطحة من الناحيتين الظهرية والبطنية. قبل لا ندخل في تفاصيل شعبة الديدان المسطحة نتعرف أولا على تعريف علم الديدان الطفيلية. وتعريف بسيط هو العلم الذي يتناول دراسة الديدان الطبية الطفيلية اللي تتطفل على الإنسان والحيوانات الداجنة. وتقسم الديدان الطفيلية بشكل عام إلى ثلاث شعب رئيسية، هي شعبة الديدان المسطحة أو المفلطحة البلايت هيلمنز، وضم صنفين أساسيين هما صنف الديدان الشريطية السيستودا وصنف المخرمات الكريماتودا. وهذا الصنف المخرمات أيضا يقسم إلى تحت صنف أحادية العائل مهاجنية وثنائية العائل دايجينية، وأيضا صنف الديدان الشريطية يقسم إلى رتبتين أساسيتين هما رتبة دائرية الفم سايكلوفيليدي وكاذبات الفم سيدوفيليدي. هذا بالنسبة لشعبة الديدان المسطحة أو البلايت هيلمنز. الشعبة الأخرى ضمن هذا التصنيف هي شعبة الديدان الخيطية اللي هي النيمو هيلمنثس، وعندنا شعبة شوكية جلد الأكانثاسيفالا، طبعا راح ندرسهم بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. اليوم راح نتعرف على شعبة الديدان المسطحة وناخذ أحد أصنافها. لاحظ أمامكم التصنيف الأساسي للديدان الطبية أو ذات الأهمية الطبية أو الديدان المتطفلة هي ثلاث شعاب رئيسية اللي هي مثل ما ذكرت قبل قليل شعبة الديدان المسطح البلايت هيلمنز، وشعبة الديدان الأسطوانية النيماتو هيلمنز، وشعبة شوكية الجلد الأكانثاسيفالا. نتعرف أولا على المميزات العامة لشعبة الديدان المسطحة. فهذه الشعبة أفراد هذه الشعبة تمتاز بصفات أساسية تميزها عن غيرها من الشعب الحيوانية. أهم هذه المميزات أنها تكون مسطحة من الناحيتين الظهرية والبطنية أو مضغوطة من الناحيتين الظهرية والبطنية، وعلى هذا الأساس تمت تسميتها أو جاءت تسميتها. الجسم يتكون من ثلاث طبقات، لذلك يسمونها بثلاث الطبقات، ويكون الجوف الجسمي معدوم أي أنه خالي من التجاويف الجسمية، والفراغات اللي موجودة ما بين الأعضاء تكون مضمورة في مادة برانكيمية حشوية لينة تبطن التجويف الجسمي أو الداخل بالنسبة لهذه الديدان وتحيط بالأعضاء الداخلية. أيضا من الصفات المهمة أنه تناظرها يكون جانبي أي نعم متماثلة الجانبين، جانب أيمن وجانب أيسر. عند تقطيع الدودة نحصل على قطعتين متماثلتين. من الصفات المهمة جدا اللي تمتاز بها شعبة الديدان المسطحة أنه الجهاز الهضمي أما يكون مهضوم أو غير كامل، أي أنه غير كامل يكون بدون نهاية مخرج أو بدون فتحة مخرجية، لذلك يكون من النوم المغلق. بالنسبة للجهاز الهضمي المعدوم هذا يكون في حالة الديدان الشريطية أو صنف الديدان الشريطية السيستودا، وبالنسبة لغير الكامل أو المختزل يكون في صنف التريما
المعتادة أو المثقوبات. من الصفات المهمة أيضا أنه أغلبها طفيلية المعيشة تتطفل على مختلف الكائنات الحية، اللبائن، الطيور، الزواحف وكل الكائنات اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية تقريبا. جهازها الأخراج يكون مكون من وحدات إخراجية أساسية تسمى بالخلايا اللهبية، وهذه صفة تمتاز بها أفراد شعبة الديدان المسطحة وسميت بالخلايا اللهبية لأنها تحتوي على أهداف تشبه لهب الشمعة، يساعد على دفع المواد الأيضية إلى تجويف الخلية ثم طرحها إلى الخارج عن طريق أنوات خاصة. تمتاز الديدان المسطحة أيضا بأنه الجهاز العصبي فيها يكون بسيط، عبارة عن عقدة مخية تسميها الجانجليون حول المريء، ولكن تجمع عندها حبال عصبية ظهرية وبطنية وجانبية، تتوزع منها الليفات عصبية إلى مختلف أجزاء الجسم الأخرى. من الصفات المهمة أيضا أنه لا تحتوي على أجهزة دوران أو تنفس، وهذه العمليات تتم من خلال الانتشار عبر جدار الجسم. معظمها خنثية ما عدا البلهارزية اللي تكون فصلة الأجناس، خنثية أي أنه الديدان أو الدودة تحتوي على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي معا في نفس القطعة الجسمية، ولا تتميز إلى ذكور وأناث عدا ما ذكر اللي هي بالهارزية، تكون منفصلة إلى جنسين ذكور وأناث. أما بقية أفراد شعبة الديدان المسطحة فتكون جميعها خنثية. دورات الحياة لمعظمها تكون غير مباشرة أو أغلبها تكون دورات حياتها غير مباشرة، تحتاج إلى مضيف وسطي واحد أو أكثر، وبعضها تكون دورات حياتها مباشرة. دورات حياة مباشرة أنه تحتاج إلى مضيف نهائي فقط دون المرور بالمضيف الوسطي، أما غير المباشرة فتحتاج إلى مضيف وسطي واحد أو اثنين أو أكثر كما راح نلاحظ في بعض الأنواع لغرض إكمال دورة حياتها والوصول إلى المضيف النهائي. جدار الجسم يكون عضلي قوي، تحتوي على عضلات طولية وعضلات دائرية، والجسم عادة يكون مغطى بأشواك دقيقة في بعض الأنواع، وظيفتها هي الحماية. فتحة الفم عادة قد تكون محاطة بممصات كما في حالة الريماتود أو المثقبيات، هذه الممصات قد تحيط بفتحة الفم فنسميها بالأورال سكر أو الممص الفمي، وهناك أيضا ممص بطني البنترال سكر، وفي بعض الأنواع هناك نوع آخر نسميه بالجينيتال سكر أو المحجم التناسلي. اليوم راح نتعرف على الديدان أو صنف الديدان الشريطية السيستودا، وراح نتعرف على مجموعة من الأمثلة التابعة لهذا الصنف. وقبل أن نتعرف على الأمثلة أيضا نتعرف على الصفات العامة لأفراد صنف السيستودا أو الديدان الشريطية. أول صفة من هذه الصفات أنه الجسم شريطي الشكل أو يشبه شريط القياس، لذلك سميت بهذا الاسم، وأيضا تكون حالها حال بقية الديدان المسطحة مضغوطة من الناحيتين الظهرية أو البطنية، أيضا لا توجد فيها تجاعيد جسمية، تكون عديمة الجوف أسلا وليس لها قناة هضمية، أي أن قناة الهضمية فيها تكون مفقودة ومعدومة، كون هذه الديدان تعيش في الأمعاء وفي وسط تكون فيه المواد الغذائية جاهزة للامتصاص، لذلك انتفت الحاجة لوجود الجهاز الهضمي. أيضا قلنا الأسلام أو عديمة التجاويف أنه تكون مغطى بنسيج حشوي يحيط الأعضاء الداخلية ولا يوجد فيها تجويف جسمي.
التربية تكون بواسطة الانتشار البسيط، ذكرت بأنه هي تعيش في وساطة تكون فيه المواد الغذائية جاهزة اللي هي عادة أمعاء النظيف، فلذلك تكون الجهاز الهضمي بها معدوم وتحصل على هذه المواد الغذائية اللي تحتاجها بواسطة الانتشار البسيط عبر جدار الجسم وبمساعدة خلايا نشطة أيضا موجودة في التيجومنت أو الجليد تساعد في هذه العملية وفي الفعاليات الأخرى اللي تتم بواسطة الانتشار. الرأس عادة يحتوي على خطم ومنصات عضلية نسميها بلساكاس. هذه المنصات تكون ذات تركيب عضلي قوي تستخدمها لغرض التعلق في جسم المضيف، أو تكون الرؤوس حاوية على أخاديد بوثيرية كما في بعض الأنواع مثل دودة السمك الشريطية، وأحيانا الرأس يكون مزود بخطاطيف وحول هذه الخطاطيف يتواجد صف أو صفين من الأشواك وقد يكون أكثر من صفين ثلاثة صفوف أو أكثر كما في بعض الأنواع مثل دودة الكلاب الشريطية. وأيضا راح نجي على تفاصيل الرأس في الوقت القادم. من الصفات المهمة أيضا أنه جميعها تكون خنثية، أي أنه تحتوي الدودة على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي في نفس القطعة، والإخصاب غالبا ما يكون أوتو فرتلايزيشن، أي أنه يكون الإخصاب ذاتي في الدودة نفسها. من الصفات الأخرى أنه الجسم يتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي السكوليكس أو الرأس، ثم يليه منطقة ضيقة تسمى بالعنق أو النك، وبعد العنق تأتي القطع الجسمية أو الأسلات اللي هي البروغلوتيد، وهذه القطع تكون على عدة أنواع. بدايتها تكون قطع ناضجة الماتشور، ثم القطع الناضجة الماتشور، وفي نهاية الجسم تكون القطع الحبلى أو الجرافيد التي تمتلئ بالبيض كلما اقتربنا من نهاية الجسم. الإخراج أيضا كما في بقية الديدان المسطحة يكون بواسطة الخلايا اللهبية اللي تنتشر في الجسم أو على جانبي الجسم وتصب في قناتين إخراجيتين تنتهي بفتحة إخراجية في نهاية القطع. أيضا هذه الديدان تحتوي على فتحات تناسلية على جانبي الجسم تكون أحادية أو متبادلة كما في أفراد رتبة دائريات الرأس السايكلوفيليدي، أو تكون الفتحة التناسلية على الجهة البطنية كما في أفراد رتبة كاذبات الرأس السيدوفيليدي مثل دودة السمك الشريطية. نتعرف على أهم الفروق. ذكرت بأنه الشريطيات أو السيستودة تضم رتبتين أساسيتين هما رتبة دائريات الرأس أو علقيات الرأس نسميهم السايكلوفيليدي وكاذبات الرأس السيدوفيليدي. نلاحظ من المقارنة بين أفراد الرتبتين نلاحظ أنه الرأس في دائريات الرأس أو السايكلوفيليدي يكون دائري أو كروي الشكل، بينما في السيدوفيليدي أو كاذبات الرأس يكون الرأس طولي وذو شقين. الرأس في دائريات الرأس يحتوي على محاجم عضلية ويحتوي على خطم أو يحتوي على أشواك في بعض الأنواع تحيط في الخطم، بينما في كاذبات الرأس عبارة عن شقوق طولية نسميها في خاديد الامتصاص أو البوثيريا. الفتحات التناسلية في دائريات الرأس سايكلوفيليدي تكون جانبية على صف واحد وقد تكون على جهة واحدة أو متبادلة في القطع الجسمية. أما في كاذبات
الرأس، فتكون الفتحة التناسلية على الجهة البطنية للدودة. بالنسبة للبيوض تكون في دائريات الرأس من نوع البيوض عديمة الغطاء، وعادة ما تكون مخططة عرضيا في بعض الأنواع أو لا تحتوي على خطوط عرضية، ويكون عادة حاوية على جنين ناضج، جنين سداسي الأشواك هكساكانث أمبريا ونسميه بالأونكوسفير، يكون ناضج عند طرحها إلى البيئة الخارجية ولا تحتاج إلى الماء لغرض إكمال دورة حياتها. بينما في كاذبات الرأس يكون البيوض أو تكون البيوض حاوية على غطاء أو من نوع ذات الغطاء الأوفركوليتد، وتكون حاوية على جنين أو يرقة غير ناضجة عند طرحها وتحتاج لوجود الماء لإكمال عملية النضج والاستمرار في دورة الحياة. المضاعف الوسطية في دائريات الرأس قد يكون مضيف واحد وقد اللي هو مضيف نهائي دون الحاجة إلى مضيف وسطي، أو تحتاج إلى مضيف وسطي واحد أحيانا. بينما في كاذبات الرأس تكون أو تحتاج إلى مضيفين وسطيين أو أكثر من ذلك في بعض الأنواع، كما في دودة السمك الشريطية اللي تحتاج أحيانا إلى 3 مضايف وسطية. الأطوار اليرقية في دائريات الرأس، عندنا مجموعة من الأطوار اليرقية اللي تمر بها هذه أو أفراد هذه الرتبة، مثل السيستي سيركس كما في التينيا سوليوم والتينيا ساجناتا، والسيستي سيركويد كما في الهايمنالبس نانا والهايمنالبس دومينيوتا، الهايداتد سيست كما في الإكينوكوكس جرانيباسس، والسينارس كما في دودة المالتيسيبس مالتيسيبس. بينما في كاذبات الرأس عندنا 3 أطوار متسلسلة، هي الكوراسيديوم أو المهدبة، يليها البروسيركويد ثم البليروسيركويد، والبروسيركويد عادة يتولد في المضيف الوسطي الأول والبليروسيركويد في المضيف الوسطي الثاني. من الأمثلة الشائعة على دائريات الرأس هي تينيا ساجناتا، تينيا سوليوم، إكينوكوكس جرانيباسس، الهايمنولبس نانا، الهايمنولبس دومينيوتا، والمالتيسيبس مالتيسيبس، دايبليديوم كانينا وغيرها. أما في كاذبات الرأس فهناك مثال شائع جدا عادة ما نقتصر عليه في الدراسة اللي هو دودة السمك الشريطية أو الدايفيلو أوثريوم لاكم. تركيب الجسم في الشريطيات كما ذكرت قبل قليل يتكون عادة من 3 مناطق رئيسية، اللي هي منطقة الرأس أو الاسكوليكس، والرأس عادة يحتوي على محاجم عضلية اللي هي السكرز، 4 محاجم عضلية، وخطم محاط بصف أو صفين من الأشواك، الخطم أو الروستيلوم يكون محاط بسلسلة من الأشواك بشكل صف أو صفين أو أكثر من ذلك، موزعة بشكل متجانس حول الخطم بالإضافة إلى السكرز أو المحاجم. هذا في دائريات الرأس. أما في كاذبات الرأس أو السيدوفيلدي فيكون الرأس كما راح نلاحظ بعد قليل يكون متطاول ويحتوي على شقين أو خدودين، تسمي كل منهما بالبوثيريا. المنطقة الثانية من تركيب الجسم في الشرقيات هي العنق، وهي منطقة ضيقة تتكون من خلايا جرثومية مولدة للقطع الجسمية، أي أن القطع الجسمية اللي تكون جسم الدودة راح تنشأ من منطقة العنق أو من الخلايا المولدة الموجودة في العنق. المنطقة الثالثة هي القطع الجسمية أو البروجلوتيد، وهذه القطع تأتي بعد العنق مباشرة وتقسم إلى 3 أنواع. القطع الأولية اللي ترتبط بالعنق مباشرة هي الإمماتشور بروجلوتيد أو القطع الجسمية غير الناضجة، وهذه تحتوي على بدايات تكوين الجهاز التناسلي الأنثوي والذكري، أي أن الجهاز التناسلي يبدأ بالتكون في هذه القطع.
المجموعة الأخرانية من القطع تكون عادة تشكل المنطقة الوسطية من جسم الدودة، نسميها بالقطع النافجي أو الماتشور بروغيلوتنز. هذا القطع تحتوي على الجهاز التناسلي بشكله الكامل والنموذجي. أما المنطقة الثالثة وهي القطع اللي تكون في نهاية جسم الدودة فتسمى بالقطع الحبلى أو الجرافيد بروغيلوتنز، وهذه القطع عادة يكون الجهاز التناسلي فيها متحلل ويختفي ولا يبقى عنده سوى قناة البيض والفتحة التناسلية، ويحتوي على رحم يملأ تقريبا كل القطعة، يحتوي على الآلاف أو الملايين من البيوت، أي أنها عبارة عن قطع تحتوي على رحم مليء بالبيوت. مثل ما نلاحظ الرأس في الديدان الشريطية مثل ما ذكرت قبل قليل قد يكون على نوعين أو يكون على نوعين. في دائريات الرأس السايكلوفيلدي يحتوي على محاجم عضلية، أربعة محاجم عضلية وخطم روستيلا، وهذا الخطم يكون محاط بصف أو صفين أو أكثر من الهوكس أو الأشواك الصغيرة والكبيرة. عادة الصف الخارجي يكون هو الأشواك الكبيرة والصف الداخلي هو الأشواك الصغيرة مثل ما نلاحظ في الشكل. بينما في السيدوفيلدي أو كاذبات الرأس يكون الرأس متطاول ويحتوي على شقوق أو أخاديد سكتر تسميها بالبوثيريا. طبعا فائدة هذه الأخاديد وكذلك السكرز والأشواك أو الهوكس هي التعلق في جسم المضيف لغرض التطفل والحصول على احتياجاته. نلاحظ أيضا في هذه الصورة أنه عدم الرؤوس في الشريطيات، أما تكون حاوية على محاجم فقط والخطم يكون أو الروستيلا يكون أثري أو معدوم أحيانا مثل ما في دودة البقر الشريطية التينيا ساجناتا، تحتوي على أربعة محاجم عضلية فقط بدون خطم وأشواك، أو يحتوي الرأس على أربعة محاجم عضلية وخطم وصفين أو أكثر من الأشواك اللي تحيط بالخطم كما في حالة دودة الخنزير الشريطية التينيا سوليوم، أو قد يكون الرأس متطاول يحتوي على أخاديد أو بوثيريا كما في دودة بافيلوباثريوم لاتام أو دودة السمك الشريطية. ذكرنا أنه بعد الرأس تأتي منطقة العنق وقلنا هي مولدة وطبقة مولدة للقطع الجسمية، والقطع الجسمية هذه تكون على ثلاثة أنواع: الإماتشور غير الناضجة واللي قلنا بأنها تحتوي على بدايات تكوين الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي في نفس القطعة، والنوع الثاني اللي هو القطع الناضجة الماتشور بروغيلوت واللي هي قلنا القطع اللي تشكل تقريبا القطع الوسطية من جسم الدودة وتكون حاوية على الجهاز التناسلي الكامل، والقطع الأخيرة والأسلات الأخيرة هي الجرافيد أو الحبلة واللي يكون بها الجهاز التناسلي معدوم وتحتوي فقط على الرحم المليء بالبيوض وبقايا الجهاز التناسلي كما نلاحظ في الشكل. نلاحظ هنا فروع الرحم كما في دودة البقر الشريطية أو تينيا ساجناتا أو تينيا سوليوم، فقط فروع الرحم تملأ القطعة وفي داخلها طبعا البيوض، وبقايا الجهاز التناسلي هي أكثر شيء قناة البيض والفتحة التناسلية. نلاحظ أيضا هنا في دودة السمك الشريطية أو بافيلوباثريوم لاتام الرحم الوسطي يكون فقط هو الموجود في القطع الحبلى وعادة أيضا ما يكون مليء بالبيوض. الجهاز التناسلي طبعا الذكري والأنثوي يكون موجود في نفس القطعة. جهاز التناسلي الذكري يتكون من سلسلة كبيرة من الخصى أو التيستس، تنشأ أو تخرج من كل خصية قنية صادرة
ترتبط هذه القنيات الصادرة مع بعضها بقناة صادرة رئيسية من الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ويرتبطان مع بعضهما ليكون القناة الصادرة الرئيسية الفاس ديفرنس، وتفتح بالفتحة التناسلية المشتركة في الدهليز التناسلي. بالنسبة للجهاز التناسلي الأنثوي يتكون أيضا من نبيضين، هذه النبايض قد تكون كروية أو دائرية متفرعة أو غير متفرعة أيضا، ويرتبطون أو يلتقون في منطقة تسمى ب المخصاب أو الأوتايد، ويرتبط كل نبيض بقناة البيض، وأيضا يرتبطون مع المستقبل المنوي أو مخزن الحيامن ثم المهبل، وأيضا ترتبط بالدهليز التناسلي مع الفتحة التناسلية الذكرية ليكونوا الفتحة التناسلية المشتركة أو الجينيتال بول. نلاحظ هذا أيضا واللي شرحته تركيب الجهاز التناسلي في الشريطيات. البيض في الشريطيات أيضا تكون على نوعين، اللي هو البيض ذات الغطاء أو الأوبركلم، وعديمة الغطاء نان أوبركلم أو أوبركوليتد ونان أوبركوليتد، ذات الغطاء وعديمة الغطاء. بالنسبة للبيوض في رتبة أقليات الرأس أو دائريات الرأس السايكلوفيليدي، تكون البيوض من نوع عديمة الغطاء، قد تكون مخططة وقد تكون غير مخططة، مخططة كما في التينيا وبدة الكلاب الشريطية، أو غير مخططة عرضيا كما في الهايمنالبس نانا والدمينوتا. وتمتاز هذه البيوض بأنهم تحتوي على جنين سداسي الأشواك، يحتوي على ثلاثة أزواج من الأشواك أو ستة أشواك، وحامل الجنين والقشرة الخارجية للبيضة، أو أنه تحتوي على جنين وأيضا حامل الجنين وفراغ وبعض التراكيب الخاصة بكل نوع من معددا راح نتطرق لها في وقتها. أما بالنسبة للبيوض في رتبة كاذبات الرأس أو السيدوفيليدي، فتكون من نوع الأوبركوليتد أوفر، هذه البيوض تكون حاوية على غطاء أوبركلم مرتبط مع قشرة البيضة بواسطة مادة اسمنتية، هذه المادة الاسمنتية تتحلل عند طرح البيوض إلى الخارج ونضج البيضة ويخرج الجنين من خلال هذه الفتحة. هذه البيوض عادة تطرح إلى الماء وهي غير ناضجة، تحتوي على خلايا جرثومية، ثم تنضج في الماء لتتكون بداخلها يرقة مهدبة، غالبا ما نسميها بالمهدبة أو الكوراسيديوم، وأيضا راح نتطرق لها بالتفصيل في الأمثلة القادمة. هذه نلاحظ أنواع البيوض في الشريطيات، هذه من نوع البيوض عديمة الغطاء اللي هي بيوض التينيا وبيوض الإكينوفاكس جرانلوسس، تكون مخططة عرضيا تحتوي على قشرة سميكة، حامل الجنين والجنين سداسي الأشواك اللي يحتوي على ستة أشواك في داخله. النوع الآخر هو البيوض ذات الغطاء، تكون حاوية على أوبركلم أو غطاء، وتحتوي على خلايا جرثومية عند طرحها إلى الخارج، تكمل نضجها في البيئة الخارجية خاصة في الماء وتعطينا اليرقة المهدبة. الأطوار اليرقية، تمر الديدان الشريطية خلال دورة حياتها بمجموعة من الأطوار الشريطية، وهذه الأطوار تختلف حسب نوع الدودة والرتبة العائدة لها. ففي رتبة السيدوفيليدي أو كاذبات الرأس، لاحظ أن هناك ثلاثة أطوار رئيسية مثل ما ذكرت السابق. هذه الأطوار هي المهدبة أو الكوراسيديوم، اللي تكون عبارة عن يرقة محاطة بسلسلة متجانسة من الأهداب اللي تساعدها على السباحة والبحث عن المضيف الوسطي، وتفقدها عند إيجاد المضيف الوسطي والدخول إلى داخل جسمه.
والطور اليرقي الثاني هو البروسيركويد، وهذا الطور اللي هو يرقي عادة في المراحل اللاحقة بالوقت القادم يكون موجود في النظيف الوسطي الأول واللي هو غالبا القشريات أو مزدافية الأقدام الكوبي بودا مثل السايكلوب، ينمو داخل جسمه ويتحول إلى الطور اليرقي الثالث اللي هو البليروسيركويد عند تناول النظيف الوسطي الأول من قبل نظيف وسطي ثاني مثل الأسماك. هذا النظيف يكون أيضا متطاول ومقسم ظاهريا ويحتوي على رأس يشبه رأس الدودة من ضمن البوثيريا أو الأخاديد اللي راح تكون موجودة في رأس الدودة البالغة. أما في الديدان أو رتبة أو ديدان رتبة السايكلوفيليدي أو عقليات الرأس أو دائريات الرأس، فنلاحظ أنه البيوض تحتوي على جنين سداسي الأشواك، يحتوي على ستة أشواك عند خروجه من البيضة، وعادة ما يكون الفقس وخروج الجنين في أمعاء المضيف حتى يخترق الأمعاء بواسطة أو بمساعدة هذه الأشواك ويدخل إلى مجرى الدم ويذهب إلى المكان المخصص لغرض تحوله إلى الطور اليرقي. الطور اليرقي الأول بالنسبة للسايكلوفيليدي أو دائريات الرأس هو السيستساركس أو نسميها باليرقة المثانية، وهي عبارة عن كيس حليبي رقيق يحتوي على سائل أبيض ورأس منبعج إلى الداخل يشبه رأس الدودة البالغة، وعند وصوله إلى النظيف النهائي ينبعج هذا الرأس إلى الخارج ويلتصق بجدار الأمعاء حتى يتحول إلى دودة بالغة. طبعا بعد أنه التصاق جدار أمعاء النظيف النهائي راح يفقد الكيس أو جدار الكيس والسوائل الموجود فقط الرأس والعنق، ومن منطقة العنق تبدأ تتكون القطع الجسمية اللي راح تكون القطع الخاصة بالدودة البالغة. هذا الطور اليرقي عائد إلى مجموعة التينيا مثل دودة البقر الشريطية التينيا ساجناتا أو دودة الخنزير الشريطية التينيا سوليو. الطور اليرقي الثاني بالنسبة لدائريات الرأس هو السيستسيركويد أو الكيسانية المذنبة، وهذا الطور اليرقي يشبه السيستسيركس لكن يختلف عنها بعدم وجود سائل، أيضا به رأس منبعج إلى الداخل والرأس يكون مشابه لرأس الدودة البالغة ويمتاز بكونه صلب وفي نهايته تركيب أيضا صلب يسمى بالذنب. وهذا الطور اليرقي يرجع إلى ديدان الدودة القزمة الهايمنولبس لانا والهايمنولبس دمنيوتا. وأيضا الدابليديوم كانينوم أو دودة الكلاب ثنائية الفتحات. الطور اليرقي الثالث هو الكيس العدري أو الهايداتيد سيست. هذا الطور اليرقي يرجع إلى دودة الكينوكوكس جرانيلاسس أو الكينوكوكس مالتيفيلاريس اللي هي ديدان الكلاب الشريطية أو دودة الكلاب الشريطية، ويتكون عادة هذا الطور اليرقي في المضاعف الوسطية ويتواجد في المضاعف الوسطية ويتكون من محفظة خارجية يكونها المضيف كرد فعل مناعي، ثم طبقة مصفحة لامينيتد لير وظيفتها منع مرور المواد الضارة والعقارات وغيرها، أنها تكون اختيارية نفاذية تسمح بمرور المواد الغذائية والبروتينات اللي يحتاجها الطفيلي للبقاء والنمو، وتمنع مرور المواد اللي ضارة ومنها الأدوية والعقارات. الطبقة الثالثة هي طبقة جرثومية وهي طبقة لا خلوية تتكون من خلية واحدة، طبعا اللامينيتد تكون غير خلوية، الجرثومية تكون طبقة مكونة من صفحة من الخلايا وظيفتها هي تكوين الرؤوس الأولية والبروتوسكوليسيس أو المحافظ الثانوي، أي أنه الهيداتسيست أو الكيس العدري أو الكيس المائي تكون طبقة جرثومية أما مكونة للرؤوس مباشرة أو مكونة لمحافظ ثانوية، وهذه المحافظ الثانوية هي اللي تكون الرؤوس الأولية البروتوسكوليسيس أو تكون الاثنين معا في نفس الوقت.
القول الرابع هو الكيس السيناري أو السينارس، هذا خاص بدودة المالتسيبس مالتسيبس، ويكون عادة يشبه الكيس المائي لكن يختلف عنه بأنه يتكون من طبقة جرثومية فقط، طبقة جرثومية واحدة من عندها تنشأ الرؤوس الأولية أو البروتوسكوليسيز، أي أنه ما تكون محافظ بنيوية أو محافظ ثانوية، وطبقة المصفح تكون معدومة وغير موجودة في هذا النوع، أنه يكون كيس رقيق وشفاف يتكون من طبقة واحدة هي طبقة الجرثومية. نجي على المثال الأول لصنف الشريطيات اللي هو دودة السمك الشريطية العريضة أو دودة السمكية العريضة الدافلة أو بوثري أملاتم، أو نسميها بالبرود فيش تيب ودودة السمك الشريطية العريضة. هذه الدودة ترجع إلى شعبة الديدان المسطحة البلات هيليانس، صنف الديدان الشريطية أو السيستودة، ورتبة كاذبات الرأس أو السيدو فيليدي. هذه الديدان واسعة الانتشار في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق اللي يتغلى سكانها على الأسماك، وخاصة المناطق البحرية الشواطئ البحرية في أوروبا والبلطيق والولايات المتحدة وروسيا، وطبعا أقصد بها البلدان اللي تتغذى على لحوم الأسماك النيئة أو غير المطبوخة، واللي تكون مصابة بيرقات هذه الدولة تكون أكثر عرضة للإصابة من غيرهم في هذه البلدان. الديدان البالغة تعيش عادة في الأمعاء الدقيقة للإنسان أو الكلاب والقطط، يكون موجود فيها الطور البارغ، وبشكل عام تكون موجودة في آكلات اللحوم اللي تنغذى على الأسماك. أما الأطوار غير البالغة فتتواجد في المضائف الوسطية مثل القشريات الكوربودة نسميها مزدافية الأقدام والأسماك أو الفيش. المضائف بالنسبة لهذه الديدان، المضيف النهائي هو الإنسان وآكلات الأسماك أو اللحوم من قطط وكلاب ودببة وغيرها من الحيوانات الأخرى من وأنواع من الثدييات. أما بالنسبة للمضائف الوسطية فهناك مضيفين وسطيين أو أكثر أحيانا، تتمثل بالمضيف الوسط الأول اللي هو من قشريات أو مزدافية الأقدام كويبودة، وخاصة برغوث الماء أو السايكلو، والمضيف الوسط الثاني هو أسماك المياه العذبة مثل البلطي والسلمون أو المياه خفيفة الملوحة مثل السردين والرنجل. هذه الديدان من الديدان الكبيرة الحجم، يتراوح طولها بين 25 إلى 30 متر أحيانا وأكثر، وعدد القطع الجسمية المكونة للدودة تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 قطعة جسمية مثل ما نلاحظ هنا. رأس الدودة يكون صغير لوزي الشكل، يحتوي على خدودين تسمى كل منهما بالسكتوريال جروف، خدود الامتصاص أو الالتصاق أو البوثيريا، والفتحة التناسلية تكون عادة بطنية الموقع، هذه صفة تمتاز بها كاذبات الرأس أو السيدوفيليدي، تكون على الجهة البطنية وليست جانبية كما في عقليات الرأس أو دائريات الرأس. الرحم يكون بشكل الزهرة أو وردة في منتصف القطعة الحبلى، وهذه الديدان تكون خنثية أي تحتوي على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي في كل قطعة جسمية. دورة حياة هذه الديدان تكون غير مباشرة، تحتاج إلى 3 مضائف، مضيف نهائي ومضيفين وسطيين وأحيانا مضيف نهائي و3 مضائف وسطية على الأقل. نلاحظ الرأس في هذه الديدان يكون متطاول مثل ما ذكرت لوزي الشكل المون شيب،
يحتوي على خدودين أو شقين سكتوريال جروف أو بوثيريا، كل شق على جانب. فائدة هذه الشقوق هي الالتصاق في الطبقة المخاطية لجسم المضيف النهائي. نلاحظ أيضا قطع الجسمية، تبدأ بقطع غير ناضجة الماتشور، ثم قطع الناضجة الماتشور، والجرابيد أو القطع الحبلى اللي هنا تحتوي على رحم فقط، وهذا الرحم يكون زهري الشكل في منتصفها، وتفتح الفتحة التناسلية على جهة البطنية. نلاحظ هنا أنه القطع الجسمية الحبلى للديدان مثل ما ذكرت تمتاز بأنه الجهاز التناسلي يكون مضمحل أو معدوم وغير متبقى من عنده سوى الرحم اللي يكون في منتصف القطعة وبشكل زهري نسميه بالروزيت شيب، ويفتح بفتحة تناسلية تكون هذه الفتحة التناسلية موجودة على الجهة البطنية للقطعة الحبلى. الأطوار اليرقية لهذه الدودة، هذه الدودة تمر خلال دورة حياتها بثلاثة أطوار رئيسية اللي هي حسب التسلسل الكوراسينيوم أو المهدبة والبروسيركويد ما له تسمية ثانية والبليروسيركويد الطور اليرقي الثاني البروسيركويد، والطور اليرقي الثالث اللي هو البليروسيركويد. وطبعا الديدان السمك الشريطية الدافلة بوثريا أملاتا تطرح بيضها إلى خارج الجسم وهي غير ناضجة، تحتوي على خلايا جرثومية تتحول فيما بعد إلى طور اليرقي اللي هو الكوراسيديوم. هذه البيوض مثل ما ذكرنا تمتاز بكونها من نوع البيوض ذات الغطاء، تحتوي على غطاء في أحد جهتيها، وتحتوي أيضا صفة مميزة لبيوض هذه الديدان، تحتوي على نوب أو ندبة في الجهة الثانية المقابلة للغطاء. هذا الغطاء يلتصق مع القشرة بواسطة مادة اسمنتية لاصقة، هذه المادة اسمنتية تتحلل عند نضج البيضة وتكون اليرقة الكاملة لغرض أنه يفتح هذا الغطاء إلى الخارج وتخرج منها اليرقات. واليرقة الأولى اللي تخرج من البيضة الناضجة هي الكوراسيديوم أو المهدبة، وهي عبارة عن يرقة صغيرة كاملة النمو نشطة متحركة، تكون محاطة بأهداب متوزعة بشكل متجانس حول جسم هذه اليرقة، تستخدمها لغرض السباحة بحثا عن المضيف الوسطي اللي هو برغوث الماء أو السايكلوب، وتخترق جسم السايكلوب من مناطق التمفصل أو المناطق الرخوة، لأنه نعرف بأنه القشريات تكون محاطة بصدفة سميكة أو قشرة سميكة، من الصعب على هذه اليرقة اختراقها، لذلك تلجأ إلى مناطق التمفصل اللي تكون رخوة، مناطق خروج اللوامس، الذنب وغيرها، مناطق المتمفصلة ما بين قطعة وقطعة من الجسم، هذه تكون رقيقة فتخترق جسم البرغوث أو السايكلوب من هذه المناطق حتى تدخل إلى داخل الجسم، وقبل دخولها إلى داخل الجسم تترك الغلاف المهدب إلها خارج الجسم، يبقى ملتصق على صدفة السايكلوب، وتدخل فقط الجنين أو اليرقة الداخلية إلى داخل السايكلوب. داخل جسم السايكلوب وداخل تجويف السايكلوب تتحول اليرقة إلى طور اليرق الثاني اللي سميناه بالبروسيركويد، واللي يمتاز بأنه يكون غير مقسم، يحتوي على تراكيب في نهاية تساعده على الالتصاق في الجسم وفي تجويف السايكلوب، ويبقى هذا الطور اليرقي في السايكلوب لغاية أنه يتم تناوله أو أكله من قبل المضيف الوسط الثاني اللي هو الأسماك. بعد أكل السايكلوب المصاب من قبل المضيف الوسط الثاني اللي هو الأسماك يتحول يتحرر البروسيركويد في تجويف معد أمعاء الأسماك، وتتحرر من عند هذه اليرقة وتنتقل مع الدم إلى عضلات السمكة، وهناك تحيط بنفسها بمحفظة تتحول بداخلها إلى طور يرق نسميه بالبليروسيركويد، يكون مقسم ظاهريا إلى حلقات ويحتوي على البوثيريا
أو الخدود اللي راح يمثل رأس الدودة في النظيف النهائي. دورة حياة دودة السمك الشريطية. تبدأ دورة حياة دودة السمك الشريطية بطرح البيوض غير الناضجة إلى الماء مع إبراز الشخص المصاب أو المضيف المصاب من آكلات اللحوم، قطاط الكلاب وغيرها أو الإنسان، تطرح إلى الماء وتكمل عملية نضجها داخل الماء، تتحول إلى بيضة ناضجة تحتوي بداخلها على جنين. بعد فترة وبعد اكتمال النضج يفتح الغطاء الموجود في البيضة عن طريق تحلل المادة الاسمنتية اللي تربط الغطاء مع القشرة، وتخرج اليرقة أو الطور اليرقي الأول اللي سميناه بالكوراسيديوم أو المهدبة. هذه المهدبة راح تسبح في الماء بحثا عن المضيف الوسط الأول اللي هو برغوث الماء أو السايكلو، تخترق جسما من المناطق التمفصل أو المناطق الرخوة وتدخل إلى داخل التجويف بعد أن تترك غلافها المهدب على سطحه، وفي داخل الجسم تتحول إلى الطور اليرق الثاني اللي هو البروسيركويد، وتبقى هذه اليرقة خاملة في تجويف السايكلوب إلى أن يتم تناوله من قبل المضيف الوسط الثاني اللي هو الأسماك. داخل جسم الأسماك أو في عضلات الأسماك راح يتحول إلى طور يرقي ثالث اللي هو البليروسيركويد. أحيانا يتم التغذية على السايكلوب من قبل الأسماك الصغيرة فيتحول إلى بليروسيركويد داخل جسمها، ثم الأسماك الصغيرة تلتهم من قبل الأسماك المفترسة الكبيرة فتنتقل هذه اليرقة من الأسماك الصغيرة إلى الأسماك الكبيرة وتنمو وتتكيس في عضلاتها وتبقى فيها إلى أن يتم تناولها من قبل الإنسان أو أكلات اللحوم، حيث تتحرر اليرقة في أمعاء الإنسان وتصبح نشطة، تلصق نفسها بجدار الأمعاء عن طريق البوثيريا اللي موجودة في الرأس، وتبدأ بالنمو إلى دودة بالغة خلال حوالي 30 يوم، تتحول إلى دودة بالغة، تنشط وتكون البيوض وتبدي تطرح الأسلات الحبلة أو قطع الحبلة اللي تنفصل من جسمها مرة ثانية مع البراز، وهذه الأسلات تكون حاوية على بيوض غير ناضج، تطرح مرة ثانية إلى الماء وتعيد نفس الدور. أي أنه دودة السمك الشريطية هنا تحتاج إلى مضيف نهائي اللي هو الإنسان أو أكلات اللحوم، مضيف وسطي أول اللي هو السايكلوب ومزدافية الأقدام، مضيف وسطي ثاني اللي هو الأسماك الصغيرة، ثم ثالث اللي هو الأسماك الكبيرة، أو مباشرة من السايكلوب إلى الأسماك الكبيرة وتكون البليروسيركويد اللي يبتلع قبل الإنسان وتنعاد نفس الدورة. الأعراض المرضية والإمراضية بالنسبة لهذه الديدان، هذه الديدان سبب لنا داء نسميه بداء دودة السمك الشريطية أو الدايفيلو بوثرياسيس. أهم أعراض هذا المرض هو وجود آلام في الأمعاء وظهور حالات من الإسهال والشعور دائم بالجوع نتيجة استهلاك كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي يتناولها المضيف من قبل السمكة. أيضا هناك احتمالية انسداد الأمعاء في الإصابات الشديدة أو في الديدان الكبيرة الحجم اللي يصل طولها إلى 25 أو 30 متر فتتكتل وتتجمع في مكان واحد، تلف نفسها بشكل كتلة أو كرة، هذه الكرة أو الكتلة قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء. أيضا حدوث حالات أنيميا شديدة أو فقر دم شديد نتيجة لأن هذه الديدان تمتص كميات كبيرة من فيتامين B12 اللي يدخل في تركيب كريات الدم الحمر، وتستهلك حوالي 98% من هذا الفيتامين اللي يتناوله المضيف مع غذائه تاخذ هذه الدودة، فبالتالي راح يصير عندنا نقص في فيتامين B12 وبالتالي تحصل عملية نقص في انتاج كريات الدم الحمر، وبالتالي ايضا راح تكون عندنا حالة من فقر الدم الشديد او الخبيث.
طبعا هذه الحالة هي من أهم الأعراض اللي تسببها دودة السمك الشريطية، هي فقر الدم الشديد أو الخبيث، والميكانيكيتا تكون ناتج عن امتصاص كميات كبيرة من فيتامين B12 اللي يدخل في تركيب كريات الدم الحمراء مثل ما ذكرت، فيقل إنتاجها نتيجة لنقص هذا الفيتامين، وبالتالي تحصل عندنا فقر الدم. التشخيص عادة يعتمد على إيجاد القطع الجسمية والبيوض المميزة بوجود الندبة والغطاء في البراز كما نلاحظ، تكون البيوض مميزة غير ناضجة حاوية على غطاء وحاوية على ندبة أو نوب في نهايتها. هذه الصفة، هذا هو الغطاء وهذه الندبة، هذه الصفة نعتمد عليها في عملية التشخيص بالنسبة لنوعية هذا الديدان. وأيضا ممكن أنه نلاحظ القطع الجسمية، قلنا البالغة اللي تكون حاوية على رحم زهري في منتصف القطعة. العلاج عادة يتم باستخدام عقار نيكلوزاميد أو اليوميسان الاسم التجاري، 4 حبات 2 ملغرام دفعة واحدة مع قليل من الماء على معدة فارغة صباحا، من أجل أنه تمتص هذه الديدان أكبر كمية من هذا العلاج، لأنه الديدان إذا كانت المعدة ممتلئة فراح تكون هي متغذية وجسمها يحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية، فقد ما تمتص كميات كبيرة من العقار. أما إذا كانت المعدة فارغة فراح تمتص أكبر كمية ممكنة من هذا العقار الداخل إلى المعدة، فهذا العقار يؤدي إلى قتلها أو شللها أو فك ارتباط الرأس مع جدار أو مع الطبقة المخاطية للأمعاء، فيزيحها وتخرج إلى الخارج مع البراز. ايضا نستخدم البندازول او مركبات البندازول بيرموكس 300 ملغرام مرتين يوميا او احيانا بجرعة اسبوعية وحسب وصفة الطبيب. ايضا اعطاء حقن من وريدية من فيتامين B12 في حالة الاصابات الشديدة لمعالجة فقر الدم او الانيميا. كذلك يجب انه يكون الغذاء حاوي على كميات من البروتينات والمواد الغذائية الضرورية اللي يفقدها الجسم نتيجة تطفل هذه الديدان. الوقاية، من طرق الوقاية هي عدم أكل اللحوم النية أو غير المطبوخة بشكل جيد، وكذلك المجففة أو المملحة لأنها تكون حاوية على يرقات الليروسيركويد بالنسبة لهذه الديدان، التجفيف والتمليح لا يؤدي إلى قتل هذه اليرقات، وإنما ممكن تنشط عند تناولها وتتحول إلى ديدان بالغة في الأمعاء بمجرد وصولها إلى الجسم. أيضا عدم الطبخ الجيد يؤدي إلى أنه اليرقة تبقى نشطة وما تموت، وأيضا تتحول مباشرة إلى دودة بالغة عند تناول هذه اللحوم. هذه البيوض، أيضا هذه البيوض اللي نعتمد عليها بالتشخيص، قلنا الأوبر كلام أو الغطاء والندبة المميزة لهذه الديدان، ومسبقة تكون غير ناضجة. المثال الآخر هو دودة البقر الشريطية ودودة الخنزير الشريطية. دودة البقر هي تينيا ساجناتي ودودة الخنزير هي التينيا سوليا. أيضا هذه الديدان ترجع إلى شعبة ديدان مسطحة لبلاد هيلمانس، صنف الديدان الشريطية السيستود اللي هو صنف من اللي ندرس عليه هذا اليوم، رتبة الديدان الشريطية الأقلية أو دائريات الرأس السايكلو فيليدي، واثنينهم يرجعون إلى عائلة الديدان الشريطية تيندي أو عائلة التينيان. هذه الديدان تكون واسعة الانتشار خاصة في عند الشعوب التي تتناول لحوم الأبقار، وبعض الشعوب التي تتناول لحوم الخنازير اللي تكون غير مطهوة بشكل جيد أو غير مطبوخة نهائيا،
وتكون حاوية على يرقات هذه الميدان، أي أنه أكثر الشعوب انتشارا بالنسبة لدودة الخنزير الشرفية تينيسوليوم هي الشعوب التي تتناول لحوم الخنازير، بينما تكون تقريبا معدومة في الشعوب الإسلامية. هذه الديدان أو الديدان البالغة تتواجد في الأمعاء الدقيقة للإنسان بالنسبة للديدان البالغة، وبالنسبة للأطوار اليرقية للتينيا ساجيناتا أو التينيا سوليوم تكون موجودة يرقاتها في عضلات الأبقار وكذلك الخنازير بالنسبة للتينيا سوليوم. وممكن أيضا يرقات الخنازير أو الطور اليرقي للخنازير أيضا يكون موجود في الإنسان كمضيف وسطي، أي أنه الإنسان يكون مضيف نهائي لدودة البقع الشريطية، بينما يكون مضيف نهائي ووسطي لدودة الخنزير الشريطية، لأنه ممكن يصاب عن طريق أكل اللحوم الحاوية على الطور اليرقي، وممكن يصاب عن طريق تناول بيوض هذه الديدان، وهذه الحالة غير موجودة بالنسبة لدودة البقاء الشريطية. بالنسبة للعوائل مثل ما ذكرت أنه تكون موجودة في الإنسان كمضيف نهائي بالنسبة لدودة البقاء، والأبقاء مضيف وسطي، وبالنسبة لدودة الخنزير الإنسان هو مضيف وسطي ونهائي لدودة البقر، والخنزير هو المضيف الوسطي اللي يحوي على الأضواء اليرقية. دودة البقر الشريطية يطلق عليها أيضا بالبيف تيب وور، دودة البقر بيف معناها بقر، دودة البقر الشريطية بيف تيب وور، أو الدودة غير المسلحة unarmed tail war، وذلك لعدم احتوائها على أشواك في منطقة الرأس. هذه الديدان طويلة كبيرة الحجم، يصل طولها إلى 10 أمتار أو أكثر، وعدد القطع الجسمية يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 قطعة للدودة الواحدة. الرأس يكون صغير حاوي على 4 محاجم عضلية كوبية الشكل. الخطم يكون أثري أو معدوم ولا تحتوي على أشواك، فقط 4 محاجم كوبية عضلية وخطم أثري أو غير موجود، وأيضا تكون الأشواك أو الهوكس معدومة. الطور اليرقي بالنسبة لهذه الديدان نسميه بالكيسانية المثانية أو السيستيساركس، وبالذات السيستيساركس بوفس، بوفس هي جاية من بوفن اللي هي الأبقاع، فسمي بالسيستيساركس بوفس. هذا الطور اليرقي عادة يكون مكون من كيس مثاني رقيق حليب اللون، يحتوي على سائل والرأس منبعج إلى الداخل، وعند وصوله إلى المضيف النهائي راح ينبعج إلى الخارج ويبرز الرأس ويلتصق بجدار الأمعاء. الديدان الخنثية تحتوي على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي كما في الصفات العامة للديدان المسطحة. الذكر يتكون مجموعة من الخصة، قنوات صادرة، قناة صادرة رئيسية، وقناة الحيامن، وتفتح بالدهليز التناسلي اللي يرتبط بالفتحة التناسلية. جهاز التناسل الأنثوي يتكون من فصين للنبيذ، ويرتبطون أيضا بقناة البيض والمهبل والفتحة التناسلية المشتركة. الإخراج يكون عن طريق جدار الجسم بواسطة الخلايا اللهبية. بالنسبة لي فروع الرحم في القطع البالغة اللي كنا تحتوي على فقط على الرحم، والجهاز التناسل يكون مضمحل. الرحم يكون حاوي أو يتكون من 30 فرع على كل جانب، 30 فرع رحمي على كل جانب، وهي صفة مميزة لدودة التينيا ساجيناتا أو دودة البقر. البيوض تكون مشابهة لأغلب أنواع الديدان الشريطية، تكون حاوية على قشرة سميكة مخططة عرضيا، وتحتوي داخلها على جنين سداسي الأشواك إكساكانث أمبريا أو الأونكو إسفير، ولا يمكن تمييزها عن بقية
الأنواع الأخرى. أيضا الصفات المميزة لهذه الدودة أن طولها يتراوح إلى أكثر من 10 أمتار، عدد القطع الجسمية حوالي 1000 إلى 2000 قطعة، الرأس يحتوي على محاجم فقط، الخطم يكون معدوم والأشواك أيضا تكون معدومة، وعدد فروع الرحم في القطع الناضجة حوالي 30 فرع، والطور اليرقي يسمى بالكيسية المثانية البقرية أو السيستيسيركس بوفس. بالنسبة لدودة الخنزير الشريطية أو تينيساليوم تسمى بالدودة المسلحة الأرميد تيب وورم، دودة البقر الشريطية تسمى غير المسلحة الأرميد تيب وورم ولعل محتواها على الأشواك، ودودة الخنزير الشريطية تسمى بالأرميد تيب وورم أو الديدان المسلحة، وتسمى أيضا البورك تيب وورم. دودة الخنزير الشريطية بالبقر سميناها بيف تيب وورم، ما نسميها بورك تيب وورم أو الدودة الخنزيرية المسلحة. طولها هنا أقل من الدودة الخنزيرية، طولها حوالي من 5 إلى 8، هذا الرقم هنا مصحيح، الطول حوالي من 5 إلى 8 أمتار، تكون طولها أقل من دودة البقر الشريطية، وعدد القطع الجسمية أيضا أقل يتراوح ما بين 800 إلى 1000 قطعة، بينما في دودة البقر بما يتراوح من بين 1000 إلى 2000 قطعة، أينما عدد القطع الجسمية في الخنزيرية دودة البقر دودة الخنزير الشريطية أقل من 1000 قطعة. الرأس يمتاز بوجود 4 محاجم كوبية عضلية وخطم مميز وصفين من الأشواك الكبيرة والصغيرة حول الخطم، لذلك سميت بالمسلحة لاحتوائها على صفين من الأشواك اللي تستخدمها لغرض التعلق، وبالتالي يكون ضررها أكبر من دودة الخنزير دودة البقر الشريطية. القطع الجسمية الناضجة تكون الماتشور تكون حاوي على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي، أيضا مشابه لما ذكر في دودة البقر الشريطية، في كل قطعة جهاز تناسلي ذكري وأنثوي، أيضا يشبه الجهاز التناسلي الموجود في دودة البقر الشريطية. بالنسبة للقطع الحبلة أو الجرابيد يكون أيضا حاوي على رحم فقط، وهذا الرحم يكون عدد الفروع أقل من دودة البقر الشريطية، عدد الفروع الرحم هنا يتراوح ما بين 12 و13 إلى 15 فرع على كل جانب. البيوض أيضا تكون من نوع المخططة عرضيا، تحتوي على جنين سداسي الأشواك وتشبه بيوض دودة البقر الشريطية. الطور اليرقي أيضا يكون موجود في عضلات الخنزير، وأيضا يكون من نوع السيستيسيركس أو الكيس المثاني، يسمى هنا السيستيسيركس السيلولوزي أو الكيس المثاني السيلولوزي. يمتاز أيضا بأنه الرأس يكون منبعث للداخل أثناء وجوده في عضلات الخنزير، وعند وصوله إلى المضيف النهائي راح ينبعج الرأس، نسميه إيفاجينيتد، ينبعج إلى الخارج ويلتصق بجدار الأمعاء حتى يعطينا الدودة الكاملة من منطقة العنق. طبعا القوى اليرقي في دودة البقر أو في دودة الخنزير أو أي نوع آخر من الديدان اللي تكون قوى اليرقي بها من هذا النوع، عند ابتلاعه أو أكله من قبل المضيف النهائي راح يتحلل ويفقد المثانة أو الكيس والسوائل اللي موجودة فيه، ويبقى فقط العنق والرأس، والرأس هذا راح يلتصق بالطبقة المخاطية للأمعاء ويبدي يكون قطع جسمية من منطقة العنق المولدة. وفي جسم المضيف الوسطي يكون الرأس منبعج إلى الداخل بشكل حوصلة أو يرقة متحوصلة داخل هذه العضلات. إذن هذه الدودة أقصر من الدودة السابقة، تسمى بالمسلحة لاحتوائها على الأشواك، عدد القطع الجسمية حوالي 1000 قطعة وأقل، والطور اليرقي نسميه بالسيستيسيركس سيلولوزي، وعدد فروع الرحم فيها يتراوح من 12 إلى 15 فرع. دورة حياة دودة البقر ودودة الخنزير تكون متشابهة، تختلف فقط في نوع المضيف واسم الطور اليرقي. الدودان البالغة اللي هي تينيساليوماتا وتينيساليوم تكون موجودة في الأمعاء الدقيقة
المضيف النهائي اللي هو الإنسان ملتصقة عن طريق الرأس واسطة المحاجم أو محاجم الأشواك في الطبقة المخاطية تمتص غذائها وتطرح القطع الجسمي الحبلة اللي تكون حاوية على البيوض من نهاية الجسم. هذا القطع قد تطرح منفصلة بشكل منفرد أو بشكل قطع ثنائية أو ثلاثية، يعني تكون أما بالنسبة أكثر شيء بالنسبة لدودة البقر تكون قطع منفردة، وبالنسبة لدودة الخنزير تكون قطع مزدوجة أو ثلاثية تطرح وتكون حاوية على كميات من البيوض تطرح مع البراز إلى البيئة الخارجية اللي هي الحشائش الأعشاب الخضروات وغيرها، وعند تغذية المضاعف الوسطية اللي هي الأبقار أو الإنسان إذا أثناء تغذيته على الخضروات أو الخنزير راح يتناول هذه البيوض. طبعا هذا القطع عند طرح البيئة الخارجية راح تجف وتتحلل وتتحرر من عندها البيوض وتلوث البيئة أو الأعشاب والحشائش والخضروات، يتم تناولها من قبل المضاعف الوسطية. تصل البيوض إلى الأمعاء بعد مرورها من المعدة لأنها تكون مقاومة لأحماض المعدة، توصل إلى الأمعاء. في الأمعاء يتحلل الجدار الخارجي للبيضة نتيجة لتأثرها بالوسط القاعدي الموجود في الأمعاء، بينما يكون مقاوم للوسط الحامضي للمعدة. يصل إلى الأمعاء، هناك يتحلل الجدار الخارجي و يتحرر الجنين سداسي الأشواك أو الهكساكانث إمبريو. هذا الجنين مباشرة يخترق جدار الأمعاء ويصل إلى مجرى الدم ويروح إلى مناطق التحوصل أو تكوين الطور اليرقي، وغالبا ما يكون في العضلات خاصة عضلات الأطراف عضلات الفخذ أو الزمن بالنسبة للحيوانات، كذلك بالنسبة للمضاعف الوسطية الأخرى يتكيس في العضلات ويتحول إلى طور يرقي اللي هو أما سيستيسيركس بوفس بالنسبة للأبقار أو سيستيسيركس سيلولوزي بالنسبة للخنازير. تبقى هذه اليرقات لفترات طويلة من الزمن لحين تناولها من قبل الإنسان. بالنسبة لليرقات سيستيسيركس بوفس البقرية ممكن تبقى قادرة على الإصابة لمدة 25 سنة، بينما بالنسبة ليرقات الخنزير ممكن بعد سنتين تتحلل وتتكلس وتموت وتصبح غير قادرة على الإصابة. عند تناول اللحوم المصابة بالأطوار اليرقية راح هذه الأطوار تتحلل في الأمعاء وينبعج الرأس إلى الخارج ويلصق نفسه بجدار الأمعاء ويبدي يكون قطع جسمي من منطقة العنق. هذا القطع تبدي أولا يكون قطع غير ناضجة ثم قطع تنضج وبعدها تتحول إلى قطع حبلة وتبدي تنفصل وتخرج مع البراز حتى يعيد الدورة مرة ثانية. إذن الاختلاف هنا فقط في نوع المضيف الوسطي وفي نوع اليرقة أو اسم اليرقة بالنسبة لدودة، أما باقي التفاصيل فتكون متشابهة لكلا. الأمراضية بالنسبة لدودة البقر الشريطية ودودة الخنزير الشريطية، الدودتين البقرية والخنزيرية تسبب داء الشريطيات أو تينياسيس في الإنسان نتيجة لتناول اللحوم الحاوية على اليرقات المثانية اللي سميناها بالسيستيسيركس. أهم أعراض داء التينياسيز الناتج عن دودة البقر الشريطية أو دودة الخنزير الشريطية هو نقصان في الوزن نتيجة لتغذية الديدان على كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي تناولها، فقدان الشهية وأحيانا زيادة في الشهية نتيجة للاستهلاك الكبير للمواد الغذائية، ألم في البطن نتيجة وجود الديدان وإفرازاتها الأيضية، انسداد في الأمعاء أحيانا في حالة كبر حجم الطفيلي أو التفافة حول نفسه كيكون كتلة، هذه الكتلة قد تسبب انسداد الأمعاء بسبب كبر حجم الديدان وطولها. بالنسبة لدودة الخنزير الشريطية قلنا أنه ممكن أنه الإنسان يصاب مباشرة عن طريق ابتلاع البيوض وليس اليرقات،
إلى البيوت فراح تنمو داخل جسمه الدور اليرقي السيستيسير كالسليوز، يعني دورة الحياة بالنسبة لدولة الخنزير الشريطية. ممكن الإنسان يصاب عن طريق أكل اللحوم الحاوية على اليرقات فيصاب بداء التينياسيس، وممكن يصاب عن طريق تناول البيوض حال الخنزير فتنمو داخل جسمه الطور اليرقي سيستيساركاس سيليلوزي فيصاب بداء نسميه بداء المشوكات أو السيستيساركاس. فمن المهم أن دولة الخنزير الشريطية تسبب أيضا داء المشوكات السيستيساركاس في الإنسان كما هي الحال في الخنازير نتيجة لتناول البيوض مع المواد الملوثة ونمو اليرقة المثانية السيلولوزية في الأعضاء الداخلية وخاصة في الدماغ. نمو هذه اليرقات في دماغ الإنسان تسبب تلف في الخلايا وضغط يسبب أعراض تشبه داء الصرع. والداء السيستيسيركوز لا ينمو فقط في الدماغ وإنما ممكن ينمو في أعضاء أخرى، وعندنا أكثر من نوع من داء السيستيسيركوز أو داء المشوكات في الإنسان أيضا راح نتعرف عليها بالتفصيل. هذه هي يرقات السيستيسيركوز بوفس، قلنا ممكن الإنسان يتناول البيوض فتنمو هذه اليرقة داخل جسمه وتروح إلى الأعضاء الداخلية أو تتكيس في الأعضاء الداخلية وتكون على عدة أنواع. عندنا النوع الأول هو داء المشوكات تحت الجلد subcutaneous cysticercosis، وهو اللي ينمو تحت الجلد وفي الطبقات تحت السطحية، هذا النوع الأول. وعندنا النوع الثاني هو داء المشوكات العضلي muscular cysticercosis اللي ينمو في المناطق العضلات خاصة في الأطراف السفلى والعليا، هذه اللي نلاحظها هي يرقات السيستيسيركي، هذا النوع نسميه بالنوع العضلي. النوع الثالث هو داء المشوكات الدماغي السيربرال سيستيسيركوسيس، هذا النوع ينتج نتيجة لنمو اليرقات في الحبل الشوكي وفي الدماغ ويسبب أذى وضرر كبير مثل ما نلاحظ نمو اليرقات في مناطق متعددة من الدماغ تؤدي إلى تلف الخلايا الدماغية وتسبب ضغط على الأعصاب وبالتالي تسبب لنا أعراض شبيهة بداء الصرع. التشخيص بالنسبة لدودة البقر الشريطية ودودة الخنزير يعتمد على القطع الجسمية، أي أنه لا يمكن تشخيصها أو التمييز بين الأنواع من خلال البيوض، لأن البيوض تكون متشابهة من نوع البيوض مخططة عرضيا غير حاوية على غطاء تحتوي على جنين سداس، أينهم كل المتشابهات في النوعين فلا يمكن التمييز بين الأنواع من خلال البيوض. التمييز يكون من خلال الأسلاك أو القطع الجسمية، أنه نأخذ هذه القطع الجسمية اللي نحصل عليها بالبراز نضغطها بين شريحتين زجاجية ونصبغها بإحدى الصبغات، وخاصة صبغة الحبر الهندي هي الصبغة اللي تكون مميزة نقدر من خلالها نتعرف أو نميز النوع في كل منهما. طريقة التمييز أنه بعد ضغطها وبين شريحتين وتصبيغها نحسب عدد فروع الرحم في كل جانب، فإذا كانت عدد فروع الرحم 30 فرع فأكثر أو أكثر من 30 فرع ممكن أنه نشخصها على أنه هذه هي دودة البقر الشريطية. أما إذا كانت عدد فروع الرحم أقل من 15 ممكن 8 ممكن 10 12 لحد 15 فهذه نميزها ونشخصها على أنها دودة الخنزير الشريطية. أيضا ممكن نعتمد على الوضعية للتشخيص، أي أنه في الشعوب الإسلامية دائما نشخص الإصابة بأنها دودة البقر الشريطية، لذلك أنا هذا القطع في البراز لأن الشعوب الإسلامية ما تتناول لحوم الخنازير، بينما في الدول
اللي تعتمد في ربع على لحوم الخنازير فنقدر نميزها من خلال وبائي على أنه هي دودة الخنزير الشريطية، لكن الأساس والأفضل هو الاعتماد عليها بالفحص المختبري من خلال عدد فروع الرحم في الأسلات أو القطاع الجسمية. نلاحظ هنا عندنا A والC هي بالنسبة لي القطع الجسمية، A والC قطع الجسمية اللي هي دودة البقرة الشريطية، والB والD هي دودة الخنزير الشريطية. نلاحظ عدد فروع الرحم وكثرتها عكس القطعة الثانية اللي هي القطعة الخاصة بدودة الخنزير الشريطية. العلاج ايضا باستخدام نيكلوزاميد 4 اقراص 2 ملغرام ايضا مع الماء على معده فارغه، وسبق ان شرحنا السبب ليش نتناولها على معده فارغه. ايضا عقار البندازول او المبندازول او مشتقات البندازول من عندها الفيرموكس ايضا 3 مرات او جرعه واحده كل اسبوع حسب وصفه الطبيب. ايضا عقار الاتبرين على شكل 4 جرعات ممكن ايضا. هذه العقارات تؤدي الى قتل هذه الديدان وازاحتها وفك ارتباطها، تسبب لها شلل وينفك ارتباط الراس مع الطبقه المخاطيه اللي هي الامعاء، وبالتالي تنفصل وتخرج مع البراز الى الخارج. المثال الاخر هو دودة الكلاب الشريطية أو دودة المشوكات الحبيبية الإكينوكوكس جرانولوسس. هذه الديدان أيضا ترجع إلى شعبة الديدان المسطحة، صنف الديدان الشريطية سيستودة، رتبة الديدان الشريطية العلقية دائريات الرأس السايكلوفيليدي عائلة الإكينوكوكيدي أو عائلة المشوكات. طبعا اغلب الديدان الشريطيه اللي تصيب الانسان هي ترجع الى رتبه دائريات الراس او السايكلوفيليدي عدا الدايفلوباثريوم، لكن هاي بالنسبه لي احنا راح ندرسها كلها تقريبا ترجع الى سايكلوفيليدي عدا الدايفلوباثريوم، لكن ترجع الى السيدوفيليدي او كاذبات الراس. بالنسبة لي دودة المشوكات الحبيبية أيضاً كل ما ساعت الانتشار في مختلف أنحاء العالم، والدودة البالغة تكون صغيرة جداً لا يتجاوز طولها 5 مليمتر أو نصف سنتيمتر، وتتكون من 3 قطع جسمية فقط، وتتواجد أو تعيش في الأمعاء الدقيقة للكلاب وأفراد العائلة الكلبية أو الكانيدي. طبعا احنا ذكرنا بانه الدودة الشريطية تتكون من رأس عنق وقطع جسمية، القطع الجسمية تقسم الى غير ناضجة وناضجة وجرافيد او حبلة. هذا القطع يختلف من دودة الى اخرى، قد يتراوح عددها بالمئات او بالالاف حسب نوع الدودة. لاحظ انه دودة الكينوكوكس جرانولوس تتكون من 3 قطع فقط، يعني قطعة غير ناضجة، قطعة ناضجة وقطعة حبلة، وتعتبر هذه الدودة من الديدان الصغيرة جدا اللي تصيب الإنسان، وذكرت بأنه المضيف النهائي لها هو الكلاب، أما الإنسان فهو مضيف وسطي يحتوي أو يتواجد فيه الطور اليرقي اللي هو نسميه بالكيس العدري أو الهايداتد سيست في الكبد أو الرئة أو الدماغ أو أي جزء آخر من جسم الإنسان، ويسبب لداء نسميه بداء الأكياس المائية أو الهايداتد سيست أو الهايداتيدوسيس. أيضا هذا نفسه الطور الورقي ممكن يتواجد في آكلات الأعشاب، الأبقار، الأغنام، الخيول وغيرها من الحيوانات الأخرى. أي أنه المضيف النهائي هو الكلاب وأفراد عائلة الكانيدي أو العائلة الكلبية، وطور اليرق اللي هو الهايدات سيست يتواجد في الإنسان وفي آكلات الأعشاب. الشاء
الشكل العام للدودل كما ذكرت قبل قليل يتكون من رأس صغير يحتوي على أربعة محاجب وخطم. هذا الخطم يكون محاط بصفين من الخطاطيف أو الأشواك، تراوح عددها ما بين 28 إلى 30 شوكة بشكل صفين. يلي الرأس منطقة ضيقة هي العنق، وقلنا هي منطقة مولدة للقطع الجسمية تحتوي على خلايا جرثومية مولدة، ثم قطعة غير ناضجة الماتشور بروغلوتيد، ثم الماتشور بروغلوتيد، ثم الجرافيد بروغلوتيد. الماتشور تحتوي على بداية الجهاز التناسلي، الماتشور تحتوي على الجهاز التناسلي الكامل ذكري وأنثوي لأن هذه الديدان خنثى، والقطعة الحبلى هي اللي تحتوي على بقايا الجهاز التناسلي والرحم المليء بالبيوض، يصل عددها إلى حوالي 500,000 بيضة يوميا. طبعا البيوض تطرح مع قطع المنفصلة أيضا من هذه الدودة. بالنسبة لدودة الإكينوكوكس غرانيلوسس أو دودة الأكياس المائية كما تسمى، عادة الإنسان أو الكلاب عفوا هي المضيف النهائي للدودة، تكون الدودة البالغة موجودة في الأمعاء الدقيقة للكلاب، وتطرح بيوضها مع إبراز الكلاب إلى البيئة الخارجية، الكلاب وأفراد العائلة الكلبية، كلاب ذئاب، ثعالب، بنات آوى وغيرها، تكون حاوية على دودة البالغة وتطرح هذه الديدان بيوضها مع البراز. هذه البيوض راح توصل إلى البيئة الخارجية وتلوثنها الأعشاب أو الحشائش والخضروات. بالنسبة للحيوانات راح تتناول الحشائش مثل الأغنام، الأبقار، الإبل، المائز وغيرها، راح تتناول الحشائش الملوثة الحاوية على البيوض، راح تدخل هذه البيوض إلى جهازها الهضمي، توصل إلى الأمعاء، وبالأمعاء راح يتحرر الجنين السداس الأشواك بعد أنه البيضة تتحلل قشرتها نتيجة للوسط القاعدي الموجود في الأمعاء، فيخرج من عندها الجنين سداس الأشواك أو الهكساكانث أمبريو. هذا الجنين بمساعدة الأشواك راح يخترق جدار الأمعاء ويصل إلى مجرى الدم، يذهب مع الدم إلى الكبد أو الرئتين أو الدماغ أو العظم إلى أي مكان آخر، لكن بشكل أساسي في الكبد، هناك يستقر وينمو إلى أكياس صغيرة الحجم تسمى بالأكياس المائية أو الأكياس العذرية الهايداتد سيست اللي تمثل الطور اليرقي لهذه الدودة، ويبقى متواجد في تلك المناطق. يبدأ نمو الجنين إلى الكيس المائي على شكل مراحل، تتكون في بداية محفظة خارجية كرد فعل مناعي للمضيف، أين المحفظة تنشأ من المضيف وليس من الطفيلي، تتكون المحفظة ثم تتكون طبقة المصفحة اللي تحت المحفظة، ثم طبقة جرثومية جيرمينال لاير، الكبسول المحفظة اللامينيتد لاير طبقة مصفحة، ثم جيرمينال لاير أو طبقة جرثومية، ومن الطبقة الجرثومية راح تنشأ الرئيسات الأولية البروتوسكوليسيس، أو تنشأ محافظ ثانوية البرود كبسول أو أكياس ثانوية. كلما ازداد عمر الكيس وحجمه كلما ازدادت مكوناته. هذا الكيس قلنا محاط بمحفظة وداخله موجود سائل نسميه بالسائل العذري هايداتد ساند، وهذا السائل العذري عبارة عن سائل مكون من مواد بروتينية صفراء يحتوي على رؤوس تنشأ من الطبقة الجرثومية أو محافظ ثانويا، بروت كبسول أيضا تنشأ من الطبقة الجرثومية وداخلها رؤيسات أولية بروتوسكوليسيس، تزداد بالحجم وتنفصل من الطبقة الجرثومية تكون سابحة في السائل تسميها بالدوتر سيست أو الأكياس الثانوية. تبقى هذه الأكياس لسنوات طويلة جدا، ممكن تبقى بدون أن يشعر بأعراضها سواء الحيوان أو الإنسان، وتحصل
الإصابة بالكلاب نتيجة لتناول هذه الأكياس عند موت الحيوانات أو عند ذبحها وإلقاء الأعضاء المصابة خارج المجازر أو خارج مناطق الذبح. توصل للكلاب راح تتغذى على هذه الأكياس أو على اللحوم الحاوية على هذه الأكياس أو على الجثث المصابة بهذه الأكياس، فراح تتحرر الرؤوس من الكيس داخل أمعائها وينقلب الرأس إلى الخارج ويلتصق بجدار الأمعاء وينمو خلال شهر أو شهرين إلى دودة بالغة ملتصقة بجدار الأمعاء، تنضج وتعيد نفس الدورة. الإنسان هو مضيف نهائي عرضي يحصل على الإصابة نتيجة ابتلاع البيوض بطريق الصدفة مع المواد الغذائية الملوثة، خاصة الخضروات اللي تكون ملوثة ببيوض هذه الدودة ملوثة ببراز الكلاب أو براز الحيوان المضيف النهائي، فراح يبتلع هذه البيوض. هذه البيوض أيضا تحصل نفس الحالة اللي حصلت في الحيوانات في الأمعاء، راح يتحرر الجنين ويخترق جدار الأمعاء يدخل إلى مجرى الدم ثم يذهب إلى الكبد ثم الرئتين والقلب والكليتين أو إلى أي مكان آخر من الجسم بما فيها العظام وينقل إلى كيس مائي مسببا داء الأكياس المائية أو الهايداتد سيست ديزيز. الكيس المائي هو عبارة عن كيس كروي الشكل يتكون من طبقة مصفحة وطبقة جرثومية والداخل موجودة البروتوسكوليسيز أو الرئيسات الأولية، وممكن موجودة داخل أكياس ثانوية أو محافظ ثانوية اللي هي البنوية اللي هي البروت كبسول اللي تنشأ بعد فترة من تكون الكيس. هذا أيضا الكيس الماء الأحمر المستأصل من الكبد، هذا هو الكبد، هذه منطقة المحفظة ثم طبقة المصفحة داخلية ثم طبقة جرثومية تكون رقيقة وهذا الطبقة تنشأ من عندها الرؤوس والمحافظ الثانوية اللي موجودة بداخل الكيس. وطبعا حجم الكيس يتراوح ما بين صغيرة جدا ما يتجاوز حجمها 5 سنتيمتر إلى حجم كرة القدم، وممكن تبقى لسنوات طويلة بدون أن يشعر بها المصاب إلا بعد أنه تضغط على الأعضاء المصابة أو الأعضاء المجاورة فتحصل خلل في وظيفته وبالتالي يشعر بآلامه. هذا أيضا نلاحظ المحافظ الحاضنة أو البروت كبسول اللي تتكون داخل الكيس المائي اللي هي عبارة عن طبقة جرثومية شفافة وبداخلها موجودة البروتوسكوليسيز أو الرئيسات الأولية. الأمراضية بالنسبة لي دودة الأكياس المائية تسبب داء نسميه داء المشوكات الحبيبية الكينو كوركوسيز بالنسبة للكلاب، أي أنه الكلاب بعد تناولها للأكياس المائية من الحيوانات المصابة المذبوحة أو الميتة راح تصاب ب داء المشوكات الحبيبية نسميه الإكينوكوكوسيس نتيجة لنمو الديدان البالغة في أمعائها. أما بالنسبة للإنسان وأكلات الأعشاب فيصاب بداء نسميه الهايداتيس ديزيز أو داء الأكياس العدرية أو داء الأكياس المائية نتيجة لتناولهم بيوض الديدان المطروحة مع إبراز الكلاب، أي أنه الدودة أو المرض في الكلاب والعائلة الكلبية يسمى بداء المشوكات الإكينوكوكوسيس، وبالنسبة للإنسان وأكلات الأعشاب يسمى بالهايداتيس ديزيز أو الهايداتيدوسيس. أعراض الإصابة بداء الأكياس المائية بالنسبة للإنسان هو وجود آلام في العضو المصاب نتيجة لكبر حجم الأكياس وضغطها على أنسجة العضو أو على القنوات اللي تمر به والأوعية اللي موجودة به، تسبب انسدادها وتسبب ضغط عليها وضغطها على الأعضاء المجاورة داخل تجويف البطن فتسبب الآلام. ممكن أيضا تسبب انفجار الكيس أو يسبب انفجار الكيس داخل التجويف البطني خروج السوائل
من داخل هذا الكيس وهذا السوائل هي عبارة عن بروتينات غريبة تسبب ما يسمى بالصدمة المناعية أو الشوك نتيجة خروج هذه البروتينات إلى خارج الكيس ووصولها إلى الدم راح تسبب الصدمة أو الشك وقد تؤدي إلى وفاة الإنسان باعتبارها مواد غريبة وسامة. التشخيص يعتمد على الإنسان طبعا لأنه الإنسان ما يعتوي على الطفيل نفسه وإنما الطور العرق اللي قلنا هو الكيس المائي الهيدات تسيست. فالتشخيص يعتمد على الأشعة المقطعية سيتي سكان أو الأشعة إكس الأشعة السينية أو الأمواج فوق الصوتية السونار للكبد أو للبطن بشكل عام في حالة الإحساس بوجود ورم أو زيادة غير معروفة السبب في عدد كريات الدم الحامضية. طبعا كريات الدم الحامضية لا تكون مؤشر على الإصابة بالأكياس المائية فقط لأنه تزداد في كل الإصابات الطفيلية تقريبا، لكنه تعطي دليل على أنه أكو مشكلة أو أكو إصابة بالجسم. بالنسبة للعلاج ذكرناها بأنه الكيس المائي يحتوي من ضمن طبقات على الطبقة المصفحة اللامينيتد لاير، هذه الطبقة تكون اختيارية مفادية تسمح بمرور المواد الغذائية وبعض البروتينات والمواد إلى داخل الكيس لغرض استمرارية حياته ونموه وتمنع مرور مواد أخرى خاصة المواد الضارة ومنها الأدوية والعقاقير، لذلك فإن استخدام العقاقير في العلاج غير نافع ولا يؤدي إلى نتيجة، لذلك يكون العلاج هو بالاستئصال الجراحي فقط للأكياس الموجودة بالجسم ثم استخدام بعض العقارات مثل البندازول ومشتقاته بعد العملية الجراحية لمدة شهرين لمنع تكرار الإصابة، لأنه ممكن أثناء العملية يحصل تسرب للسائل الكيسي، هذا التسرب أو هذا السائل يحتوي على رؤوس أولية بروكتوسكوليسيس، هذه الرؤوس إذا خرجت من الكيس راح تنمو إلى أكياس جديدة مرة ثانية، كل رأس ينمو إلى كيس جديد وبالتالي تتكرر عندنا الإصابة وتكون العملية فاشلة. طريقة الاستئصال أنه يحقن الكيس أولا بالفورمالين لمدة 10 دقائق لغرض قتل الرؤوس الأولية الموجودة بداخله، ثم تصير عملية الاستئصال الجراحي وإخراج الكيس. المثال الآخر هو الدودة القزم الشريطية أو دودة القزم الشريطية ودودة الفأر الشريطية الهيمينوليبس ناني والهيمينوليبس دومينيوتم. أيضا من الديدان الشائع في إصابات الإنسان تسبب داء نسميه الهيمينوليبياسيس أو داء الإصابة بالديدان القزمة، هذا الديدان أيضا ترجع إلى صنف الشريطيات، رتبة ديدان الشريطية العقلية أو دائريات الرأس سايكلوفيليدي عائلة الهايمينوليبيدي أو عائلة القزميات. أيضا من الديدان الواسعة الانتشار عالميا تصيب الإنسان بمختلف الأعمار وتنتشر في الأطفال نتيجة لقلة الوعي الثقافي ومنها تسبب داء نسميه بداء الهايمينوليبياسيس. الديدان البالغة تكون موجودة في الأمعاء الدقيقة للإنسان، والفأر بالنسبة للدودتين أنه الإنسان يكون هو المضيف النهائي أو الأساسي وكذلك الفئران. أما المضيف الوسطي فهو يكون أما الخنافس البيتلز وبالذات خنافس الطحين ترايبوليوم والبراغيث أو الفليز وبالذات براغيث الكلاب وبراغيث القطط، يعني المضيف النهائي هو الإنسان والفار والمضيف الوسطي هو البيتلز اللي هي الخنافس وخنافس الطحين بذات الترايبوليوم والفليز أو البراغيث. هذه الديدان اللي هي النوع الأول الهيمينوليبس ناني الدودة الشريطية القزمة أو تسمى بالمحرشفة القزمة، تسمى أيضا بدودة الدورف تيب وورم، دورف معناها قزم، دورف تيب وورم معناها الدودة
القزمية أيضا تنتشر في كل أنحاء العالم وتتواجد مثل ما ذكرت الديدان في الأمعاء الدقيقة للإنسان وتصيب الأطفال بشكل خاص مسببة داء الشريطيات القزمية والهيمينالبياسيس. هذه الديدان صغيرة الحجم طولها لا يتجاوز 3 سنتيمتر وتعتبر من أصغر الديدان الشريطية اللي تصيب الإنسان. تتكون من رأس صغير معيني الشكل يحتوي على 4 محاجم عضلية وخطم صغير محاط بصفين من الأشواط بشكل تاج يسمى بالكرامل، ثم عنق قصير وقطع جسمية. هذه القطع تكون غير ناضجة، إما تشور وما تشور ناضجة وقرابد حولة. عدد القطع الجسمية يتراوح من 150 إلى 200 قطعة فقط، 150 إلى 200 قطعة فقط. عرض القطعة أكبر من طولها بحوالي 4 مرات، وهذه أيضا صفة مميزة لهذا النوع من الديدان، اللي هي ديدان القزمة وديدان الفأرية هايمنالوبس نانا وهايمنالوبس دومينانتا. تكون عرض القطع أكبر من طولها بحوالي 4 مرات، وأيضا مثل ما ذكرت تمتاز بوجود الكراون أو التاج اللي هو صفة مميزة على رأس هذه الدودة. الأشواك اللي مكونة للكراون أو التاج حوالي 20 إلى 30 شوكة، والقطع الجسمية الناضجة تحتوي على جهاز تناسلي ذكري وأنثوي في نفس القطعة، لأنها الدودة تكون خنفة. من مميزاتها أيضا أنه الخصة بالنسبة للجهاز التناسلي الذكري تكون 3 متجمعة في وسط القطعة، 3 تيرستس أو 3 خصة متجمعة في وسط القطعة، وهذه صفة تشخيصية نقدر نعتمد عليها في تشخيص هذا النوع من الديدان، أن القطع تكون وسطية الموقع متقاربة من بعضها البعض. التركيب العام والشكل بالنسبة للهايمنالبس نانا ذكرت بأنه طولها ما يتجاوز 3 سنتيمتر، من 1 إلى 3 سنتيمتر. رأس معين صغير يحتوي على خطم مزود بصفين من الأشواك عددها 20 إلى 30 شوكة بشكل كراون أو تاج، ثم عنق، ثم قطع جسمية غير ناضجة وقطع جسمية ناضجة، والقطع الأخيرة هي تكون القطع الحولة. هذه الدودة مثل ما ذكرت تعتبر من أصغر الديدان اللي تصيب الإنسان، وأصغر من دودة الهيمنالبس دومينانتا اللي طولها يصل إلى حوالي 90 سنتيمتر. البيض بالنسبة لدودة الهيمنالبس نانا أيضا تكون مميزة بالنسبة لغيرها من الديدان، أو تتميز عن دودة الهيمنالبس دومينانتا اللي هي الفأرية. هذه البيوض حجمها حوالي 70 إلى 80 مايكرون، تتميز بأنها شبه كروية تحتوي على جنين سداسي الأشواك يحتوي على 6 أشواك سميه بالهكساكانث أمبريو، ومحاط بطبقتين شفافتين بينهما فراغ، وهذا الفراغ يحتوي على 8 خويطات أو 4 أزواج من الخويطات تنشأ من تثخنين قطبيين في نهاية كل طرف، نسميها بالفيلامنت بولار، وهذا نسميه بالبولار أو الأقطاب. من كل قطب ينشأ 4 خويطات فيكون المجموع 8 خويطات صغيرة تمتد في الفراغ الموجود ما بين طبقتين شفافتين اللي يحيطون بالجنين. هذا أيضا صفة مميزة وصفة تشخيصية مميزة لهذا النوع من الديدان. المضيف النهائي هو الإنسان، والمضيف الوسطي هو براغيث الكلاب وخنافس الطحين.
الطحين أو الترايبوليوم. توجد في النظائف الوسطية طور اليرقي لهذا البودر اللي نسميه مذنبة متكيسة أو الكيسانية المذنبة، الكيسانية المذنبة سيستيسيركويد بدودة البقر الشريطية والخنزير. كان الطور نسميه الطور المثاني أو اليرقة المثانية سيستيساركس، هنا نسميها بالكيسانية المذنبة نتيجة لاحتوائها على ذنب. هذه الكيسانية تتميز بوجود رأس يشبه رأس الدودة البالغة، يعني يحتوي على أربعة محاجم وخطم، هذا الخطم مزود بتاج من الأشواك يكون منبعج إلى الداخل أثناء وجوده في المضيف الوسطي، و هي تصل بالرأس زائدة خلفية صلبة نسميها بالذنب رأس، و تكون مشابه لرأس الدودة، وتركيب صلب نسميه بالذنب، وتتواجد هذه الأرقة في أنسجة المضيف الوسطي اللي هو الترايبوليوم، خنافس الطحين أو البراغيث كما ذكرت سابقا. النوع الآخر المشابه لها هو ديدان الفأر الشريطية الهايمنوليبس دمينيوتا، بدنا ترجع على نفس العائلة الهايمنوليبيدي. هذه تشبه الدودة القزمة في كثير من صفاتها الشكلية وفي دورة حياتها، لكن تختلف عنها في بعض الصفات الأساسية منها. أولا الرأس يكون صغير غير حاوي على خطم ولا أشواك، أي أنه يحتوي على أربعة محاجم فقط، أربعة محاجم فقط، ولا توجد فيه خطم ولا توجد أشواك، فقط المحاجم. بالنسبة لطول الدودة الهايمنوليبسنانة طولها ما يتجاوز 3 سنتيمتر، بينما الهايمنوليبس دومينيوتا طولها يتراوح ما بين 50 إلى 90 سنتيمتر، أي أنه طولها يكون أكبر بكثير من دودة القزمة. عدد القطع الجسمية يتراوح ما بين 800 إلى 1000، بينما بالهايمنوليبس نانا قلنا عدد القطع الجسمية من 150 إلى 200 قطعة، هنا 800 إلى 1000 قطعة. أيضا تمتاز بأنه عرض القطعة أكبر من طولها بحوالي 4 مرات. تحتوي القطع النرجة أيضا على خصى، هذه الخصى أيضا تكون 3 كما في دودة الهايمنوليبس نانا أو دودة القزمة، لكن تمتاز بأنه الخصة تكون موزعة أو متناثرة في القطعة. في الهايمنوليبس نانا تكون متجمعة في وسط القطعة أو متقاربة من بعضها، بينما في الهايمنوليبس دمينيوتا تكون منتشرة أو متناثرة في القطعة، أو واحدة قبل الفتحة التناسلية واثنان في الجهة المقابلة. دورة حياتها غير مباشرة، تحتاج إلى مضيف وسطي هو عادة الفليز أو البراغيث وخنافس الحبوب أو الترايبوليوم، بينما الهايمنوليبس نانا ممكن تكون دورة حياتها مباشرة ما تحتاج إلى مضيف وسطي، وممكن أن تكون دورة حياتها غير مباشرة تستخدم مضيف وسطي. البيوض تشبه بيوض الدودة القزمة، حجمها أكبر بقليل حوالي 70 إلى 85 مايكرون، لا تحتوي على تثخنات قطبية ولا على خيوط قطبية في الفراغ الموجود بين الغشائين، يكون عادة مملوء بمادة جيلاتينية. الدودة القزمة قلنا تكون كروية، تحتوي على جنين سداسي الأشواك، هناك فراغ بين طبقتين شفافتين تحيط بالجنين، هذا الفراغ بتثخنين قطبيين وكل قطب يبرز من عنده 4 خويطات. في الهايمنوليبس دمينيوتا الأقطاب تكون معدومة والخيوط تكون معدومة والفراغ مملوء بمادة جيلاتينية. دورة حياة الهايمنوليبس نانا والهايمنوليبس دمينيوتا تكون متشابهة، عادة الدودة البالغة تكون موجودة في أمعاء المضيف النهائي اللي هو الإنسان أو الفئران، تطرح بيوضها مع البراز أو براز المضيف النهائي إلى الخارج. هذه البيوض راح تلتهم من قبل المضيف الوسطي اللي هو عادة البراغيث الفليز أو ترايبوليوم بيتلز الخنافس، والجنين يخترق تجويف هذه الحشرات ويتحول إلى اليرقة
أو الكيسانية المذنبة اللي هي السيست السركويد، وتحصن إصابة الإنسان أو القوارض كمضيف نهائي بطريق الصدفة عن طريق ابتلاع حشرة مصابة بالطور اليرقي للسيست السركويد. إذن دورة الحياة بالنسبة للهايمونالبس نانا ممكن تكون مباشرة، الإنسان يصاب نتيجة لوجود الديدان نفسها في الأمعاء، أي أن الدودة موجودة في الأمعاء تطرح القطع الجسمية الحاوية على البيوض، هذه القطع تتحلل داخل الأمعاء وتتحرر من عندها البيوض. في الأمعاء الجنين يفقس من البيضة بعد أن يتحلل قشرة البيضة ويخرج من عندها الجنين، يلصق نفسه في الفراغات الموجودة ما بين الزلابات وينمو إلى الطور اليرقي اللي هو السيست سركويد، أي أنه الإنسان أنه يكون مضيف وسطي ونهائي في نفس الوقت. ممكن الإصابة تحصل نتيجة للبيوض المختلطة مع البراز نتيجة حك المصاب أو الطفل للمخرج، راح يأخذ هذه البيوض بأظافره وبعدين راح يأكل أو يتناول مواد غذائية، وإذا غير مضيفة البيوض موجودة في أظافر موجودة في إيدة راح يبتلع هذه البيوض وتتكرر العملية، أي أنه هنا نسميها بالإصابة الذاتية الأوتو إنفكشن، وقد تكون على نوعين، أما إصابة ذاتية داخلية إنترنال أوتو إنفكشن أنه البيوض تفقس داخل الأمعاء وتتحول إلى جنين والجنين ينمو إلى يرقة بين الزلابات، أو أنه البيوض تخرج مع البراز ويعيدها الشخص بإيده إلى فمه مرة ثانية، فنسميها بالإكسترنال أوتو إنفكشن من المخرج إلى الفم مرة ثانية. أما بالنسبة للهيمينولبس دومينيونتا فالبيوض تخرج مع البراز ويجب أن يتم تناولها من قبل اليرقات اللي هي البراغيث والخنافس، تنمو بداخلها المذنبة المتكيسة أو الكيسانية المذنبة سيست سيركويد، وتحصل الإصابة بالإنسان أو بالفئران نتيجة لابتلاع الحشرات المصابة وتتكرر العملية مرة ثانية. الأعراض المرضية بالنسبة لداء الإصابة بدودة الهايمينولبس تسبب لنا داء سميناه بداء القزميات الهايمينولبياسس، يمتاز بوجود آلام في الأمعاء وظهور حالات من الإمساك وشعور دائم بالجوع، خاصة في الإصابات الشديدة اللي تتجاوز بها عدد 200 دودة أو أكثر، وأيضا احتمالية انسداد الأمعاء نتيجة لكثرة عدد الديدان، أيضا حصول أنيميا وفقر دم شديد نتيجة لامتصاص فيتامين بي 12 اللي يدخل في تركيب كريات الدم الحمراء كما علينا سابقا، وبالتالي يصير نقص في إنتاج كريات الدم الحمراء فيصير عندنا فقر دم شديد. التشخيص يعتمد على فحص العينات واكتشاف وجود البيوض، وقلنا أن نقدر نميز ما بين البيوض من خلال أن البيوض الهايمينولبس نانا تمتاز بوجود تفخن وخويطات قطبية في الفراغ الموجود بطبقتين البيضة، وبالنسبة للهايمينولبس دومينيونتا التفخنات ما موجودة والفراغ يكون غير حاوي على خيوط. بالنسبة للعلاج أيضا الميكلوزامين أو الوميسان بنفس الجرعة السابقة أيضا يؤخذ صباحا مع أو على معدة فارغة مع كمية من الماء، والفيرموكس أو الميبندازول أيضا لمدة 3 أيام، وممكن أيضا إعطاء فيتامين بي 12 في حالة الإصابات الشديدة ووجود فقر الدم. لاحظ قطع الناضجة، لاحظ الهايمينولبس نانا تجمع الخصاف في منتصف القطعة، عندنا البيوض تحتوي على جنين وعندنا الخويطات اللي تمتد في فراغ ما بين الغشائين، وعندنا السيست سيركويد أو اليرقة المذنبة الكيسانية المذنبة. لاحظ الرأس المنبعج للداخل واللنب الصلب اللي من عنده جت تسميتها بالكيسانية المذنبة. مثال آخر هو دودة الكلاب ثنائية الفتحات أو الدودة الشريطية ثنائية الفتحات دايبليديام كانينام أو الدبل بورد تيب وورم، أيضا من الديدان العائدة لشعبة الديدان المسطحة، صنف أو رتبة العقليات سايكلوفيليدي
عائلة ثنائية الفتحات أو الدايبليدي. أيضا من الديدان واسعة الانتشار المضيف النهائي هو الكلاب والقطط وأيضا الإنسان. الدودة تسمى بذات الفتحتين دبل بور تيب بور لوجود فتحتين تناسليتين في كل قطعة جسمية، أي أنه هذه الدودة تحتوي في كل قطعة جسمية على جهازين تناسليين ذكريين وجهازين تناسليين أنثويين، أي تكون أنثى تحتوي على جهازين تناسليين، كل جهاز تناسلي يفتح بفتحة تناسلية على أحد جوانب القطعة فتسمى بثنائية الفتحات أو ذات الفتحتين. طولها يتراوح ما بين 10 إلى 40 سنتيمتر، عدد القطع الجسمية من 60 إلى 175 قطعة. هذه القطع تشبه حبة نبات القرع الأبيض، خاصة القطع الحبلة البالغة. الرأس معيني صغير الحجم، يحتوي على 4 ممصات. معين الشكل الرأس يحتوي على 4 ممصات ويحتوي على خطم كبير مزود بعدد من الصفوف يتراوح عددها من 3 إلى 4 أو 6 أو 7 صفوف وأحيانا أكثر، ثم عنق وعدد من القطع الجسمية اللي تكون غير ناضجة، قطع ناضجة وقطع حبلة اللي قلنا تشبه تكون حليبية لون بيضاء تشبه نبات القرع. في كل قطعة جسمية مثل ما ذكرت فتحتين تناسليتين لوجود جهازين تناسليين أيضا، أين الجهاز التناسلي يكون مزدوج في هذه القطعة. البيوض تطرح مع الأسلات أو القطع الحبلة بشكل محافظ بيض وليست بشكل بيوض منفردة الإيك بوكيتس. كل محفظة تحتوي على 15 إلى 30 بيضة، يتراوح حجم هذه المحفظة من 25 إلى 40 مايكرون. كل بيضة أيضا تحتوي كما في بقية أنواع الديدان الشريطية على جنين سداسي هكساكانثمبريا كامل النمو. هذه البيوض تطرح إلى الخارج بشكل المحافظ كما ذكرت وليست بشكل منفرد. والطور الورقي لهذه الدودة يسمى بالكيسانية المذنبة أيضا سيستيسيركويد. والمضيف الوسطي لهذه الديدان اللي يتواجد بالطور الورقي هو براغيث الكلاب ستينوسيفاليديكانس وبراغيث القطط ستينوسيفاليديس فيليني، وكذلك براغيث الإنسان وقرن للكلاب الدوغلايس، وتعتبر مضائف وسطية لهذه الديدان. نلاحظ أنه ذكرنا رأس معيني يحتوي على 4 محاجم عضلية، خطم واضح كبير يحتوي على عدد من الصفوف المحاطة بالأشواك، يتراوح عددها من 4 3 أو أكثر إلى 7 أو 8 صفوف من الأشواك. البيوض تكون حاوية على جنين سداسي الأشواك وتطرح بشكل محفظة، كل محفظة تحتوي على 15 إلى 30 بيضة تطرح وهي ناضجة وحاوية على الأجنة. القطع الناضجة أو الماتشور تكون ثنائية الجهاز التناسلي، أي تحتوي على جهازين تناسليين ذكريين وجهازين تناسليين أنثويين في كل قطعة، وتفتح كل جهاز تناسلي مشترك يفتح بفتحة تناسلية على أحد جوانب القطعة، لذلك سميت بالدبل بورد تيب وورم بالدودة ثنائية الفتحات. أما بالنسبة للقطع الحبلة تكون بها بقايا الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي وتحتوي أو مليئة بمحافظ البيوض اللي تحتوي كل منها على 15 إلى 30 بيضة. بالنسبة لدورة الحياة، دورة حياتها الديدان عادة تكون موجودة الديدان البالغة في أمعاء دقيقة للكلاب والإنسان، موجودة الديدان البالغة تطرح القطع الحبلة من نهاية الدودة، تكون هذه القطع مليئة بمحافظ البيوض اللي قلنا تحتوي على كل منها على 15 إلى 30 بيضة. هذه المحافظ تطرح إلى البيئة الخارجية تبتلع من قبل براغيث أو يرقات البراغيث
خاصة براغيث الكلاب وبراغيث القطط. وداخل هذه اليرقة تنمو داخل هذه الحشرة عفوا أو يرقة البراغيث تنمو يرقة البرودة اللي سميناها بالسيستيسيركويد تنمو داخل تجويف اليرقة وتستمر حتى نضج واكتمال الحشرة، أي أن الحشرة البالغة تكون حاوية على الطور اليرقي اللي هو السيستيسيركويد وتصل إلى النظيف النهائي اللي هو الكلاب أو الإنسان عن طريق ابتلاع البراغيث المصابة بالسيستيسيركويد عن طريق الصدفة، حيث تنمو الدودة البالغة في الأمعاء وتكرر نفس الدورة، أي أنه الدودة البالغة الموجودة في أمعاء الكلاب والإنسان تطرح القطع الحبلى الحاوية على محافظ البيوض، هذه المحافظ الجف وتتحرر من عند البيوض في البيئة، تبتلع البيوض من قبل يرقات البراغيث الموجودة في التربة، تنمو يرقات السيستيسيركويد الخاصة بالدودة، طبعا داخل يرقة البراغيث راح البيضة تفقس ويخرج من عند الجنين، هذا الجنين ينمو إلى السيستيسيركويد أو اليرقة ويستمر بوجوده مع هذه اليرقة، تتحول اليرقة إلى حشرة بالغة ويصاب الإنسان أو الكلاب عن طريق ابتلاعها بطريق الصدفة لهذه البراغيث المصابة وتتكرر الدورة مرة ثانية. الإمراضية تسبب داء نسميه داء صار بدودة الكلاب الشريضية، داء في اللوبوثريات عفوا داء بليدياسيس، داء الكلاب أو داء دودة الكلاب داء بليدياسيس في الإنسان. من أهم أعراض هذا المرض هو التهاب في بطانة الأمعاء مع الإسهال والتقيؤ وفقدان الشهية أو زيادة في الشهية حسب عدد الديدان اللي موجودة واستهلاكها للمواد الغذائية. التشخيص عادة يتم عن طريق إيجاد القطع أو الأسلات البيضاء في أمبراز أو محافظ البيوض، وذكرنا بأنه هذه الأسلات أو القطع تشبه حبة القرع الأبيض، عادة ما يكون لونها بعد وصولها في البراز أو عند طرحها مع البراز تكون لونها أصفر ذهبي وشكل مميز، نقدر نشخصها من خلال وجود الفتحتين التناسليتين على جانبي القطعة بالإضافة إلى شكل حبة نبات القرع، أو إذا لم نجد القطع وجدنا محافظ البيوض نلاحظ بأنه كل محفظة تكون كروية وبيضاوية الشكل تحتوي على عدد من البيوض يصل إلى حوالي 30 بيضة 15 بيضة وأحيانا أقل من هذا العدد. كل الديدان الشريطية تقريبا اللي درسناها تكون بيوضة تطرح بشكل منفرد، عدا هذا النوع تطرح بشكل محافظ، فنقدر نميزها من خلال هذه المحفظة ونشخص الدودة على أساسها. الوقاية طبعا بالسيطرة على البراغيث والقضاء عليها، وأيضا إعطاء مضادات الديدان للكلاب الأليفة اللي موجودة داخل البيت أو إبعاد الكلاب اللي تكون موجودة في فناء الدار أو في الحديقة، والتخلص أيضا من فضلاتها فورا لأنه تكون حاوية على بيوض الديدان. أيضا قضاء على البراغيث لأنه تكون حاملة للطفيلي، والتخلص أو إبعاد الكلاب أو إعطاء مضادات الديدان إذا كانت مربات داخل المنزل، لأنه دائما ما تكون هذه الكلاب أو القطط المنزلية حاوية على البراغيث اللي تكون الخازن أو الناقل لهذه الديدان. أيضا النظافة التامة خاصة في الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في بيئة قد تكون ملوثة أو مع الكلاب والقطط، لأنهم حتى ليكونوا معرضين لابتلاع الحشرات المصابة. المثال الأخير ضمن هذه الصنف اللي هو السيستودة هي دودة المالتيسيبس. مالتيسيبس أيضا من الديدان الشائعات الانتشار في الإنسان، وأيضا تعد الكلاب هي المضيف النهائي بالإضافة بالنسبة لهذه الدودة، وتسبب داء نسميه داء سيناريازيس أو داء السيناريس. المضيف الوسطي هو أكلات الأعشاب وخاصة الأغنام، وأيضا الإنسان يكون مضيف عرضي يصاب نتيجة لابتلاعه البيوض. هذه الديدان صغيرة الحجم تمتاز أيضا بأنه رأسها صغير يعتوي على أربعة محاجم
صفين من الأشواك وعدد من القطع الجسمية يصل إلى حوالي 50 أو 60 قطع. هذا القطع تكون غير ناضجة، ثم القطع الناضجة، ثم القطع الحبلة اللي تطرح خارج الجسم وهي حاوية على البيوض. أيضا تمتاز القطع بتفرعات قطع الحبلة بتفرعات الرحم بالنسبة لهذا النوع من الديدان، واللي تكون تطرح مع البراز. بيوضها تكون مشابهة لبقية الديدان الشريقية، وأيضا يصعب تمييزها. وذكرنا بأنه تصيب الأكلات للأعشاب ومنها أيضا للإنسان بالطور اليرقي اللي هو السينارس أو الكيس السينارسي. دورة حياتها تكون عادة في الإنسان عن طريق ابتلاع البيوض من البيئة الخارجية، وراح ينمو داخل جسمه الطور اليرقي اللي نسميه بالكيس السيناري أو السينارس. الديدان البالغة عادة موجودة فيها مع الكلاب، وتطرح قطعها الحبلة مع البراز. هذه القطع الحبلة تكون حاوية على البيوض المخططة والحاوية على جنين سباسي. هذه البيوض تبتلع من قبل المضاعف الوسطية مثل الأرنام والمواشي، كذلك الأرانب وغيرها، أو من قبل الإنسان. عند وصول هذه البيوض إلى الأمعاء راح تتحلل في الأمعاء القشرة الخارجية البيضاء ويخرج الجنين. هذا الجنين راح يخترق جدار الأمعاء ويصل إلى مجرى الدم ويذهب إلى الأماكن التي ينمو فيها في الحيوانات أو في الحيوانات أكلات الأعشاب أو بالنسبة للإنسان. الكلاب تصاب عن طريق أكل لحوم الحيوانات، الأرانب والأغنام وغير الحيوانات الميتة أو المذبوحة، واللي تكون حاوية على الكيس السيناري اللي يتحول داخل جسمها بعد فترة إلى بيضة بالغة. بالنسبة للإنسان بعد أنه يوصل الجنين إلى الدم راح ينتقل إلى الأعضاء ويستقر في عدة أماكن. أهم هذه الأماكن التي يصل إليها هو الدماغ، حيث ينمو هناك إلى كيس السينارس. وكيس السينارس يكون تركيبة عبارة عن طبقة واحدة جرثومية، ومن عندها تنشأ الرئيسات الأولية أو البروتوسكوليسيس. تسبب لنا بالإنسان داء السينارس أو السينارياسيس. أيضا يكون هذا المرض شائع في الأكلات الأعشاب خاصة الأغنام. بالنسبة للإنسان تسبب داء السينارياسيس نتيجة لنمو هذا الكيس في الدماغ والحبل الشوكي. أما في الحيوانات أكلة الأعشاب فتسبب داء نسميه داء الثول أو الستاغرز. هذا الداء أيضا نتيجة لنمو الكيس في الدماغ والحبل الشوكي. يصبح الحيوان أو يفقد الحيوان السيطرة على التوازن والحركة، فيبدأ بالدوران حول نفسه لغاية أنه يسقط على الأرض. تركيب الكيس السيناري قلنا تكون من طبقة جرثومية فقط، ومن عندها تنشأ البروتوسكوليسيز أو الرئيسات الأولية. يختلف في تركيبه عن الكيس المائي بأنه الكيس المائي تكون من 3 طبقات، طبقة محفظة وطبقة مصفحة وطبقة جرثومية وداخلة الرئيسات الأولية، بينما الكيس السينارس يتكون من طبقة جرثومية فقط وبداخلها تنشأ الرئيسات الأولية. شكرا جزيلا لإصغائكم، ونلتقي معكم إن شاء الله في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.